صباح الهنا وصباح الرزق وصباح كل حاجه حلوه على حضراتكم جميعا، كل اللي بيتابعنا من كل انحاء العالم. كان نفسي النهارده اجي اقول صباح النصر طبعا، بس ما فيش اي مشكله، كده كده احنا على الحلوه وعلى المره، كده كده احنا في ظهر فريقنا مهما حصل، واثقين ان شاء الله حتى وان كانت ليست ضربه البدايه، لكن اللي جاي ان شاء الله هيكون احسن بكتير. صباح الخير يا كريم، نورنا. صباح الخير عليك يا نهاوند، وصباح الخيرات طبعا على حضراتكم على كل مشاهدينا ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. بالتاكيد طبعا كنا محتاجين نقول صباح النصر، لكن ان شاء الله باذن الله القادم افضل للنادي الاهلي، مش نهايه المشوار، نقطه ومن اول السطر ان شاء الله باذن الله يكون النادي الاهلي كعادته في منصات التتويج ان شاء الله باذن الله. بص يعني ده وارد بيحصل في كل الانديه، كنا عايزين نفرح، كنا عايزين طبعا يعني كمان الجماهير كانت متوقعه بدايه قويه، لكن ما فيش مشكله ابدا. انا اعتقد ان برده كل حاجه بتحصل يا كريم ليها يعني جانب ايجابي، ممكن يكون لعل وعسى البدايه دي وان كانت غير موفقه تديك دفعه وتركيز اكتر في الماتشات اللي جايه والبطولات اللي جايه والمسيره والمشوار القادم، لان هو مشوار بالمناسبه طويل جدا وصعب جدا ومحتاج تركيز يعني اضعاف اضعاف الفتره والموسم كمان اللي فات. باذن الله كل الخير لفريقنا واثقين فيه يعني بنسبه 100% ان شاء الله اللي جاي يكون زي ما كنت بقول لحضراتكم احلى بكتير. خلينا ننوه في البدايه النهارده زي ما احنا متعودين عن الفقرات بتاعتنا. الفقره الاولى هيكون معانا يعني ايه خالد، وهي لاعيبه طائره الاهلي. مهم جدا ان احنا كمان نتكلم في يعني الرياضات الاخرى في النادي الاهلي اللي هم كمان كان ليهم موسم اكثر من استثنائي السنه اللي فاتت او الموسم الماضي، مش بس على مستوى طبعا كره القدم، لا كمان كل الرياضات بصراحه يعني لاعبتنا شرفونا بشكل كبير جدا. الفقره الثانيه هيكون معانا الكابتن ماهر همام طبعا، نجمنا نجم الاهلي السابق وضيفنا العزيز جدا، احنا نتكلم بقى في كل ما يعني يخص الكره المصريه طبعا والنادي الاهلي وتفاصيل اكيد كتيره جدا. خليني بقى ابدا يا كريم ونبدا مع بعض بالملف المهم طبعا، وهبدا كلامي طبعا وهنتكلم عن مباراه السوبر الافريقي سريعا عشان مش عايزين نقف هنا، هنقول للاسف الشديد طبعا احنا خسرنا امام اتحاد العاصمه الجزائري يعني بهدف دون رد سجله نجم الفريق خلينا نقول زين الدين طبعا، وكان جول بصراحه كويس جدا وكان جول حلو من ضربه جزاء في نهايه الشوط الاول في مباراه كان فيها برضو خلينا نقول جدل تحكيمي، بس برضو مش هنقف يا كريم عنده بشكل بالزبط. كبير علشان مش احنا مش النادي الاهلي اللي دايما بيعول اي نتيجه على اي اخطاء، احنا بيبقى في اخطاء بالعين المجرده بتبان لحضراتكم بتبان للجميع، بس انا مش هطلع اقول انا خسرت او انا ما توفقتش علشان كذا، مش احنا اللي بنعمل الحاجات دي ابدا. بس خلينا نقول ان ده مش كلامنا، ده كلام كل الخبراء اللي كانوا بيتابعوا حتى اللي هم لا ينتموا لمصر اصلا من زملائنا العرب، يعني تحدثوا ان في كان مشكله تحكيميه، كان في جدل تحكيمي بشكل كبير جدا يعني من جانب حكم المباراه طبعا، لان الحكم برضو تحامل بشكل كان صعب جدا على النادي الاهلي يا جماعه واللعيبه بتاعته، خصوصا انت بتتكلم في المباراه في الشوط الاول يعني لا في حاجه كان في برضو احتساب، كان هدف صحيح لمحمود كهربا من متابعه طبعا كانت رائعه جدا من امام عاشور، لكن اللي حصل ان ما فيش اي يعني اي حاجه، ولا حتى الحكم راح للفار يا كريم. يعني انا مش عارفه بصراحه يعني تاني انا مش عايزه اركز قوي ومش عايزين نركز قوي عند النقطه دي، بس بصراحه في حاجات بالعين المجرده بتتقال، فشيء كان صعب جدا طبعا، ما كناش نتمنى هذه النتيجه. لكن على كل حال انا في كام حاجه عايزه اقف عندها برضو لو انت تتفق معايا كريم. انا عجبني قوي المشهد الجماهيري طبعا، انا وانا بتفرج على المباراه اعتقد حضراتكم كمان انا لم اشعر ان احنا في السعوديه، الجماهير الاهلاويه والمصريه اللي كانت موجوده حسستني ان احنا بجد بنلعب في استاد القاهره، يعني الدعم الجماهيري اللي كان موجود من الدقيقه الاولى لنهايه المباراه اعتقد كان اكثر من رائع، وهو ده اللي احنا عارفينه عن جماهير النادي الاهلي، فالشق ده بصراحه كان متوافر، الشق ده كان موجود وموجود بشكل كبير جدا. فيعني انا كنت عايزه بس اعلى هنا واقول لجماهير النادي الاهلي شكرا على الدعم الكبير، شكرا على تواجدكم في اي مكان النادي الاهلي بيكون يعني بيلعب فيه، لكن طبعا النتيجه ليست طبعا الافضل. بالتاكيد طبعا انا بتفق معاك تماما يا هوند، يعني امر غريب جدا الحقيقه، ويمكن كلنا تابعنا وشفنا التفسير الوحيد، هل الكاف مش عايز النادي الاهلي يحصل على بطوله قاريه، او هل الشكل العام بالنسبه للحكام، لان المستوى كان صعب جدا، يعني من البدايه الحكم كان عصبي وعصبيه الحكم بتنعكس على اللاعبين طبعا، اللاعب ده بشر اكيد بيحضر فني بيحضر ذهني، لكن لما بيكون في عصبيه او بيكون في قرارات خاطئه من التحكيم اكيد بيبقى لها مردود كبير، مش هو ده الاساس ومش هو ده الامر، اكيد في قصور فنيه، اكيد في كان في بعض الاخطاء
كل ده متروك طبعا للجهاز الفني بقياده مستر كولر اللي عندنا ثقه كبيره جدا فيه. والشق الثاني الحقيقه هو الجمهور، يعني الجمهور اللي النادي الاهلي الحقيقه انت حسيت ان انت بتلعب في مصر، حسيت الهتاف ما بينادوا على اللعيبه كان امر مهم جدا. لكن زي ما بنقول هي خلاص الصفحه تم اغلاقها تماما، زي ما احنا متعودين بنبص للي جاي لان الموسم ده الحقيقه مزدحم مليء بالبطولات مليء بالمباريات. فان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يتخطى هذه المباراه بكل ما فيها، وعندنا بقى ان شاء الله باذن الله القادم افضل للنادي الاهلي. انا بتفق معاك جدا، اكيد هنتكلم في الفنيات اكتر مع كابتن ماهر همام في الفقره يعني الحواريه الاخيره، لكن اكيد برضو احنا عايزين نتكلم اكتر بقى عن اللي جاي. لكن مش عايزين برضو يا كريم نزعل او نقف شويه عند بعض النقاط اللي هي خلاص يعني الكلام فيها اعتقد دلوقتي ملوش اي داعي، لكن نقدر ان احنا نقول كان ممكن، يعني دي اخر حاجه انا بس عايزه اضيفها، ان احنا كان ممكن فعلا نسجل هدف التعادل، خصوصا انت بتتكلم ان انت برضو كنت الى حد ما مسيطر على المباراه من البدايه بتاعتها. لكن بصراحه يعني برضو خلينا نقول الفريق المنافس لعب بشكل كان كويس جدا، كان في ضغط على النادي الاهلي برضو من الدقائق الاولى. فعلى كل حال تاني هنرجع نقول مباراه وعدت، لكن عندنا لسه مباريات كتيره جدا مهمه، فعايزين دايما نكون داعمين للنادي الاهلي. واعتقد برضو لو انت تابعت ردود الافعال على السوشيال ميديا كان في حزن من بعض طبعا الجماهير طبعا. لكن اللي انا قريته ده اللي عجبني جدا يا كريم، ما كانش في حد يعني شايف ان ده احباط او بدايه محبطه او غيره، قال لك مش مشكله زي ما انا كنت بقول في بدايه الحلقه ممكن تكون دي لعل وعسى حاجه حصلت علشان تبني على اللي جاي بشكل اكبر بكتير. لان انت برضو ما اقدرش اجي اقول ان النادي الاهلي لم يحصل على كل اللي هو كان محتاجه، يعني انت اخذت فتره وعملت معسكر رائع جدا، ومفروض اشتغلت على كل النقاط اللي عندك، ومفروض اشتغلت على المشاكل اللي كانت موجوده في الموسم اللي فات. لما نيجي نبص عن اولى المباريات في الموسم الجديد برضو كان في بعض الحاجات اعتقد كولر تحدث عنها وقال ان هو هيشتغل عليها كمان في المؤتمر الصحفي، واعتقد دي برضو نقطه تحسب لكولر، بيبقى دايما عنده شفافيه كريم في التصريحات عقب اي مباراه حتى سواء انت خسرت او كسبت. ففكره برضو ان احنا ما زال عندنا بعض المشاكل في اضاعه الفرص وغيره او الفاينل تاتش لسه شويه موجود، لكن طبعا بنسب اقل بكتير، فنقدر نقول ان احنا نبني على الموسم الجديد ان شاء الله شكل افضل ويكون في فعلا تطوير من جانب كولر، وده اللي احنا واثقين فيه. فيعني صفحه واتقفلت، خلينا بقى نعدي وخلينا نركز في اللي جاي ان شاء الله. انت عندك لسه مشوار طويل جدا محليا وافريقيا وعالميا، فعايزين نركز فعلا في الخطوات اللي جايه. بالتاكيد طبعا، يعني ان شاء الله زي ما بنقول كل التوفيق للنادي الاهلي، عندنا بطوله الدوري، عندنا الموسم مليء الحقيقه بالمباريات وبالبطولات، فان شاء الله باذن الله بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. نقطه من اول السطر والقادم افضل ان شاء الله. موسم مضغوط جدا 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 بالنسبه للاعبين، لكن بالتاكيد ان شاء الله باذن الله كلنا ورا للنادي الاهلي. يمكن كمان لو بنتكلم على رابطه الانديه والموعد الاول طبعا او مواعيد الدور الاول لمسابقه الدوري او دوري النيل كما يلقب عليه، ان شاء الله باذن الله هتكون يعني اضافه كبيره جدا هذا الدوري بالتقنيات الجديده اللي يمكن تم الاعلان عنها. يمكن زي ما احنا عارفين الدوري يكون احد ايام 3 و4 ابريل المقبل وفقا للجدول الاعلانات رابطه الانديه المصريه المحترفه. هيختتم الدور الاول بالدوري المصري الجديد بمباراتي الزمالك وبلديه المحله في 9 مساء على استاد القاهره الدولي، وفيوتشر مع الاهلي احد ايام 3 و4 ابريل المقبل. وحددت رابطه الانديه المحترفه يوم الخميس 15 فبراير المقبل موعدا لاقامه مباراه القمه بين الزمالك والاهلي في الدور الاول لبطوله الدوري العام، واللي ان شاء الله باذن الله بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. المباراه هتكون مؤجله من الاسبوع العاشر للمسابقه. بنتمنى كمان بقى زميلتي نهواندي يعني نشوف الموسم ده قوي، لان احنا الحقيقه الموسم اللي فات كان فيه صعوبات كثيره جدا لبعض الانديه، ناس كانت بتصارع على الهبوط، 10 فرق الحقيقه بتصارع على الهبوط، كان امر صعب جدا. محتاجين المنافسه ان شاء الله تكون قويه من البدايه. بص انا اعتقد واتوقع المنافسه هتبقى شديده جدا، وحتى احنا اتكلمنا في بدايه الموسم الماضي يا كريم لما شفنا كان في برضو صفقات عديده جدا، وشفنا 15 صفقه وفي فرق عملت 21 صفقه وغيره، قلنا هل الكلام ده هياتي ثماره على مستوى المنافسات على مدار الموسم؟ وقتها ما قلنا مش هنحكم، الكلام ده انا قلته قبل كده الاسبوع اللي فات، لكن في نهايه الموسم قدرنا نقول لا كان في تنافسيه شديده. وعلى فكره ده لمصلحه النادي الاهلي، وانا دايما بكرر هذا الكلام، انا طبعا بلغه الارقام انا رقم واحد، لكن رقم واحد دايما لما بيحب برضو ان هو يحافظ على هذا المستوى لازم يكون في تنافسيه، لان فكره ان انت تكسب بسهوله مش احلى حاجه. فانا برضو عايزه امتع جماهيري، فان شاء الله يكون في منافسه، ده لصالح على فكره الكره المصريه في الاول في الاخر، ولصالح النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. انا عايز متعه، انا عايز نفسي نوصل يا كريم لمرحله ان انا بتفرج على الدوري المصري، ان انا بتفرج مش هقول الدوري الانجليزي،
طب نقول مثلا الدوري الفرنسي، يعني حاجه كده ايه بدايه. على فكره يعني نقدر ليه ما نقدرش؟ ما هو انت برضو تيجي تتكلم عشان تقدر، في دول قبلك برضو كانت في حته تانية خالص، ومنها المغرب على سبيل المثال. شوف الطفره اللي حصلت في المغرب، مش هقول على السعوديه على فكره، الموضوع مختلف تماما. انا اتحدث عن تداخل راس المال ابدا في الكره، مش هي دي، مش هو ده المعيار اللي بينجح ابدا على فكره. ده بيساعد بس مش هو المعيار اللي بينجح. لكن دوله المغرب قدرت ان هي تحقق المعادله دي يا كريم بشكل كبير جدا، ان هم اشتغلوا من الاساس. انت بتتكلم عن منظومه كرويه فعلا قدرت على كل الاصعده حتى الكره النسائيه ان هم يروحوا حته تانية تماما. فاعتقد ان احنا برضو كمصر بحجم الجماهير اللي بالملايين، بحجم تاريخك الكبير، بحجم بطولاتك، تقدر تحقق ده، بحجم المحترفين الدوليين اللي عندك في العالم كله. ايه اللي يمنعك ان انت تحقق حاجه زي كده؟ فاعتقد يعني خلينا نقول بدايه التطوير كانت الموسم الماضي. نتمنى هذا الموسم كمان يبقى موسم تنافسي شديد جدا، وانا اتوقع ان الموسم ده كمان اقوى واصعب، وفي ضغط اكبر على النادي الاهلي وعلى كولر تحديدا، ان انا عايز اقدم موسم بنفس المستوى ان لم يكن افضل. فاعتقد الجماهير مش هتقبل ببطوله اقل، او مثلا بخساره يعني غير متوقعه، او خساره مثلا مش منتظره تماما. فان شاء الله اللي جاي يكون قوي، لكن بتفق معاك طبعا هيكون موسم اصعب بكتير. وخلينا كمان نتكلم عن منافسات كاس مصر اللي طبعا الفتره المتوقفه من نهايه الموسم الماضي. خليني اقول لحضراتكم، اتحاد الكره خلاص اعلن ان ماتش الاهلي وامبي هيكون ان شاء الله يوم 4 اكتوبر اللي جاي، ده هيكون طبعا في نصف نهائي البطوله، وتحديدا 8 نوفمبر هيكون الطرف بقى الاخير، وبتتكلم عن ماتش الزمالك وبيراميدز عشان يتحدد طرفي. هنا بتتكلم طبعا النهائي لبطوله كاس مصر. ماتشات خليني اقول كلها اكيد مهمه، وزي ما حضراتكم وزي ما احنا متعودين اي ماتش للاهلي بيكون الهدف فيه ان انت تفوز، الهدف فيه ان انت تمتع الجماهير بتاعتك. احنا عايزين نحسم بطوله كاس مصر وكمان تحقق الفوز في كل ماتشات باذن الله الدوري، ودي اعتقد برده مش حاجه غريبه. بس يعني خلينا نقول تاني وناكد، الموسم اللي فات احنا خسرنا ماتش واحد بس بلغه الارقام يا كريم في الدوري. يعني انت تقدر تحقق الفوز في كل مبارياتك هذا الموسم، ما هياش حاجه يتقال عنها مثلا حلم بعيد او غيره، لا، ممكن جدا ان هو يحصل. فباذن الله هنرجع نقول بالتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي، وكده كده احنا في ظهرك. يعني ماتش كان وحش، بطوله لا قدر الله راحت مننا، احنا مكملين، واكيد الداعم الاول والاخير هو يعني الجماهير زي ما احنا شفنا طبعا. بالتاكيد طبعا، يعني الاكيد لو بننتقل بقى للالعاب الجماعيه والفرديه، نقدر نقول بقى توجت مصر بذهبيه منافسات الفرق ناشئات في بطوله العالم للناشئين للخماسي الحديث تحت 21 عام، والمقامه خلال الفتره من 11 الى 17 سبتمبر الجاري بليتوانيا. احرزت مصر المركز الاول والميداليه الذهبيه، وجاء في المركز الثاني والميداليه الفضيه منتخب بولندا، ثم المانيا الى المركز الثالث والميداليه البرونزيه. خلينا نتكلم كمان على تفاصيل اكتر مع الناقد الرياضي محمد ناجي، اللي بالتاكيد طبعا هنساله عن منافسات الخماسي الحديث، وهنتكلم معاه طبعا عن امور عديده جدا في هذا الامر. يا استاذ محمد، حضرتك معانا، صباح الهنا. صباح الفل يا نهاوند، صباح الفل يا كريم. اهلا بيك، منورنا حقيقي. ويعني الخبر اللي كريم كان دلوقتي بيتكلم عنه طبعا محتاجين نعرف تفاصيل اكتر، وعايز اسال حضرتك عن رايك في منافسات طبعا الخماسي الحديث، وفكره برضو يعني اللي شفناه الايام اللي فاتت والايام الماضيه برضو كتقييم. اتفضل يا فندم. هو طبعا الخماسي الحديث الفتره اللي فاتت يعني النجاحات دايما مستمره في الاتحاد، اشتغل على نفسه بشكل كبير الفترة اللي فاتت. كان أبرز نتيجة كان حققها طبعا كانت فضية أولمبياد طوكيو عن طريق أحمد الجندي، بس الاتحاد ما يعني ما اكتفاش بالنتيجة اللي اتحققت دي، دايما عندهم صف تاني، دايما بيطلعوا نجوم وأبطال من تحت صغيرين يقدروا يدعموا المنتخب الكبير أو المنتخب الأول يعني. فاحنا عن قبل الولاد دول منهم لعيبه قبل ما تسافر بطوله العالم للناشئين دي، كانوا محققين منهم بنت اسمها ملك اسماعيل، هي اوريدي محققه ذهبيتين في البطوله اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي، حققت ذهبيه التتابع سيدات او نشئات يعني، وحققت ذهبيه الفرق. قبل ما تسافر كانت محققه كمان مع منتخب ذهبيه بطوله افريقيا، وقدرت انها تحجز لمصر مقعد في اولمبياد باريس 2024. فاحنا دلوقتي في الخماسي الحديث احنا عندنا ثلاث مقاعد موجوده، والرابع هيكون برضو يعني مصري ان شاء الله، لان كده كده اوريدي المنافسه هتكون قويه جدا
بين هايدي عادل وبين سالم ايمن على مين فيهم يقدر يحجز المقعد الرابع. احنا خلاص اوريدي مهند شعبان قدر ان هو يتاهل من بطوله العالم الاخيره اللي كانت اتلعبت، احمد الجندي اخذ ذهبيه بطوله افريقيا اللي كانت اتلعبت هنا في مصر، ملك اسماعيل زي ما كنت لسه بقول قدرت انها تتاهل عن طريق انها قدرت انها تاخد ذهبيه بطوله افريقيا، فكده بقى عندنا ثلاث مقاعد خلاص محسوم امرهم بالنسبه لمصر كخماسي حديث. المقعد الرابع بنسبه كبيره ان شاء الله خلال البطولات اللي جايه هيتم حسمه بشكل كبير، فيبقى عندنا اربع مقاعد رسميه موجوده في الاولمبياد، اولمبياد باريس القادمه عن طريق الخماسي الحديث. إيه لو بسالك الكوته الكامله بالنسبه لهم، يعني هم ممكن لو ينفع انهم يتاهلوا باكتر من كده كانوا يتاهلوا، لكن هي المشكله ان هو اصلا اقصى عدد يقدروا يتاهلوا بيه هو ولدين وبنتين. اتفضل يا كريم. لو بسالك يعني هنيجي طبعا يعني عارف انت ملم جدا بهذه الاخبار وقريب جدا من هذه الالعاب، هل ده مؤشر جيد عدد المتاهلين في هذه البطوله طبعا برؤيتك؟ طبعا هل ده شايف ان هو مؤشر جيد لحصد عدد اكبر من الميداليات طبعا في اولمبياد طوكيو؟ اكيد طبعا، اكيد يا كريم، عدد المتاهلين بيبقى بيدي انطباع ان انت عندك جاهزيه بشكل كبير، قادر انك تتاهل باكبر قدر او باكبر عدد من اللعيبه، بس ما يجبش ان انت ترتكن على النقطه دي او ان انت تقول انا رايح بالبعثه الاكبر في تاريخ مصر. احنا نفس الكلام كان حصل في اولمبياد طوكيو اللي فاتت، كنا متاهلين بالبعثه الاكبر في تاريخ مصر، 131 او 132 لعيبه لعبوا لعيبه يعني في الحدث ده، قدرنا نحقق 6 ميداليات، مش الرقم اللي المسؤولين عن الرياضه المصريه بيوعدونا بيه خلينا نقول يعني ولا اللي هو الرقم اللي احنا الناس كلها مستنياه، خصوصا ان انت دلوقتي بقى عندك نجاحات كبيره جدا وعندك ابطال بيقدروا يحققوا ميداليات في بطولات عالميه. يعني انت ما بتقولش ان انا عندي لعيب جايب ميداليه في بطوله افريقيا او نور، انت في كل الالعاب دلوقتي عندك لعيبه ابطال عالميين. صحيح. فهم يجب ان انت تجهزهم. بص بيبقى في تريكات بقى بسيطه هي اللي ممكن تخلي اللعيب اللي موجود عندك ده يبقى بطل اولمبي يفضل مكمل ويفضل يعني متوهج، او ان انت تحط قدامه عراقيل او تحط قدامه مشاكل او ما تجهزوش بالشكل الامثل، فخلاص لما يوصل للاولمبياد او يوصل لان موضوع الاولمبياد بيكون الموضوع فيه اصعب نفسيا مش فنيا. انت القصه كلها بتبقى ضغوطات نفسيه، انت لازم تهيئ اللعيب بتاعك وتحطه في مناخ ليه شكل يقدر ان هو خلاص اللعيب ده خلاص بقى لعيب متعرض لكل الضغوط الكبيره اللي يقدر يبقى موجود فيها، انت تبعده بعيد عن اي ضغط سلبي او اي عقبات او اي مشاكل بيواجهها، بعدها ساعتها خلاص هشوف اللعيب على مصر. استاذ محمد انا يعني هختم مع حضرتك بالجزء اللي اتكلمت فيه، لانه جزء في غايه الاهميه بصراحه. لما اجي اتكلم عن ان انا ابقى بيئه يعني خصبه، ابقى بيئه جاذبه للابطال بتوعي الرياضيين، خصوصا يعني اللي هم بيتاهلوا بيجيبوا لي وبيرفعوا اسم مصر في محافل دوليه للاولمبياد وغيره، ان انا ازاي احقق ده؟ فسؤالي لحضرتك طبعا بما حضرتك معني بهذا الملف، هو مين المسؤول على ان احنا نبقى بيئه جاذبه؟ هل رؤساء الاتحادات ولا يعني قطاعات مختلفة من الدولة ولا إحنا كجماهير؟ يعني خليني أعرف منك، لأن الموضوع للأسف الشديد في الفترة الأخيرة مش بالشكل اللي إحنا كنا نتمناه. أنا مش هخش في تفاصيل أو أقول يعني أمثلة معينة، لكن كلنا بنتابع اللي بيحصل، فخليني أعرف وجهة نظرك في هذا الأمر. تفضل يا فندم. بصي هقول لحضرتك، هي أكيد يعني قولا واحدا الاتحادات هي المسؤولة الأول والأخير عن كل أبطالها أو كل نجومها. لو أنت شايف أو أنت يعني مش قادر أن أنت تكون تتصدر المشهد بالنسبة لأن أنت تكون تقود لعبتك أو اللعبة اللي أنت بتشرف عليها عشان تقدر توفر لها كل الجوانب المادية والجوانب النفسية والجوانب الإدارية. صحيح. عراقيل ومشاكل إدارية للعيبه، يعني والله العظيم مشاكل كتير جدا انا كنت شفتها مع لعيبه اعرفها، ان هو اللي بيروح يخلص تصريح سفره بنفسه، هو اللي بيروح يحجز فندقه بنفسه، وهو اللي يا جماعه كل الكلام ده المفروض اصلا يكون خلصانه. ما حضرتك بتعين اداري ليه في المنتخب؟ حضرتك ليه بتجهز وبتدي فلوس لاداري عشان خاطر يبقى هو المسؤول عن صحيح.
طب اما هو اللي اللاعب هو اللي يعملها، طب خلاص ما من البدايه تبقى بالظبط. على الاقل ما فيش حتى حد ليه علاقه بالشق الاداري تقول له خلاص انا مع يعني ما فيش ما عنديش، فخلاص انا الفلوس اللي موجوده في الاتحاد انا بوفرها لك كلاعب ان انت تقدر تشارك فيها وتسافر بيها، فحتى اللاعب ساعتها هو نفسه خلاص مش هيبقى عنده مشكله او غضاضه في تقبل الامر ده، لكن هو لعيب نفسه شايف انه في حد مسؤول عن الجانب ده وفي الاخر ما بيعملوش، وانا اللي بعمل كل انا اللي بعمل كلام كل كلام مظبوط. وفي الاول وفي الاخر لو الوضع كده ما تجيش تلوم اللاعب بقى، ولا تيجي مثلا تلوم البعثة المصريه ان هم لا يحصلوا على عدد كبير من الميداليات، علشان في الاول وفي الاخر ده ليه اكيد اسباب من البدايه يعني. فانا بقول لك ففي الاول والاخر هو المسؤول الاول والاخير عن القصه دي دايما بيكون رئيس الاتحاد. صحيح. أو اعضاء مجلس اداره الاتحاد بشكل كامل. صحيح. انتوا في الاخر لازم كلكم تبقوا على طرب رجل واحد، لان هو خلي بال حضرتك هو في حاله ان لما بيكون عندك بطل كل المنظومه بتبقى فرحانه باللاعب ده، يعني هو كل الناس بتبقى بتتكلم انا عندي في فرقتي انا عندي في منتخبي لعيب بطل عالم، لعيب بطل افريقيا، لعيب ثالث اولمبيات، لعيب حتى لو هي اللعبه نفسها كانت صعبه اللعبه نفسها يعني. صحيح. استاذ محمد يعني خليني اقول لحضرتك على حاجه، هو الملف ده كبير جدا، فانا يعني اتمنى ان شاء الله حضرتك ننسق معاك وطبعا مع فريق الاعداد، لان نيجي بقى ونتكلم بكل يعني التفاصيل الممكنه، لانه ملف في غايه الاهميه. ونرجع نقول تاني ده يعني ملف يمس مصر، يعني الرياضه المصريه وعدد البطولات اللي بنتكلم عنها والميداليات وغيره، اعتقد ملف لازم نقف عنده شويه ونتكلم فيه الجوانب بس بشكل بقى اكثر تفصيلا ان شاء الله. استاذ محمد ناجي نورنا في حلقه ونتكلم في كل التفاصيل دي. مشكورك جدا محمد ناجي الناقد الرياضي على هذه المداخله. ما كلام مهم يا كريم، بس زي ما كنت بقول ما ينفعش ان احنا نختصر دلوقتي طبعا في نقاط، لكن كلها امور اساسيه. يعني انا في الاخر عشان احاسب هذا البطل واقول هو انتوا ليه ما بتروحوش تعملوا افضل ما عندكم، ما هو انت الاول وفر لي البيئه السليمه لغايه لما انا اوصل. الاداره الناجحه كده وفر لي كل يعني اعمل لي كل المشاكل كده، ذلل لي كل العقبات زي ما بيتقال، عشان في الاخر النتيجه تحاسبني عليها. ودي في اي بقى على فكره اداره، حتى هنا ممكن في القناه هاي، في اي حته في اي مؤسسه دور الاداره كده ان هي تساعد الناس الموظفين ان هم في الاخر يطلعوا افضل انتاج. فيعني نتمنى خير ان شاء الله، ونامل باذن الله ان تبقى مصر انها تستحق ذلك. تاني هنرجع نقول اي بطل مصري بيمثلنا في الخارج يا كريم ويرفع اسم مصر، ما هو في الاخر لينا كلنا، وفي الاول وفي الاخر رئيس الاتحاد ده هو اللي يعني هيتقال عليه رئيس اتحاد جيد، يعني النتيجه هتعود ليه برضو بالخير. فما اعتقدش في حد خسران من ان احنا نبقى في حته افضل بكتير. يعني ننتقل بقى مع حضراتكم دلوقتي ونتابع فعاليات البطوله المفتوحه للسكواش بمشاركه هنا بنتكلم 800 لاعب ولاعيبه. خلينا نروح نتابع التقرير ده ونرجع نكمل. بطولة طبعا هي بطولة من ضمن بطولات المدرجة في جدول الاتحاد المصري للسكواش. البطولة بيشارك فيها أكثر من 800 لاعب ولاعبة في مختلف المراحل السنية. برضو من الحاجات المهمة في البطولة دي إنها في إيفنت مستحدث جديد اللي هم الناشئين والناشئات أو الرجال والسيدات تحت 23 سنة، ده إيفنت جديد مستحدث برضو ده موجود هنا في البطولة. البطولة هي تاني بطولة في السيزون، ويمكن الأول أربع أو خمس بطولات في السيزون بيبقوا مهمين جدا، لأن هم بيحددوا الرانك بتاع اللعيبة طول السيزون، بعد كده بيتحدد على أساسه منتخب مصر اللعيبة اللي بتشارك في البطولات باسم مصر بره. طبعا الأول نادي بلاك بول هو يعتبر النادي الأول في الشرق الأوسط المتخصص في رياضة الاسكواش. البطولة المرة دي متنظمة حلوة، آخر مرة كان تقريبا عملوها في كورونا فكانت ما بيدخلش غير واحد وكده، دلوقتي عملوها كويس برضو تنظيم فوق كويس والفايبس بتاع البطولة حلوة. يعني تاني مشاركة ليا، وصراحة أنا بحب البطولة هنا جدا، بطولة حلوة جدا وأنا بلعب تحت 13. طبعا دي من أهم البطولات اللي بتتلعب دلوقتي، النادي بتتلعب في بداية موسم الاسكواش. بجانب هذه البطولة في بطولة تانية برضو في النادي الجزيرة بتقام في نفس التوقيت، بيشاركوا فيها نخبه من اعظم اللعيبه اللي في مصر وكلهم بيشاركوا، ان دي النتيجه بتتوقف عليها الترتيب وتصنيف اللاعبين خلال بدايه الموسم، ويترتب عليه كل لاعب بيحاول ان هو ياخد نقط كثيره في البطولات ديت، على اساس دوت هتكون الرصيد اللي ليه ان يكمل المسيره بتاعته خلال الموسم ان شاء الله. بطوله طبعا بطوله ناجحه بكل المقاييس، بطوله فيها اكتر من 860 لعيب، التنظيم رائع من ساعه الدخول من على البوابات لحد ما بيخشوا الماتشات، اللعيبه جامده، ماتشات جامده من اول اليوم، التحكيم الحمد لله كويس، على المستوى في التحكيم عالي،
شايف انها بطوله قويه قوي، لسه في بدايه سيزون، لسه تاني بطوله في السيزون، فانا شايف انها بطوله ناجحه لحد دلوقتي الحمد لله. انا ماسك فريق تحت 11، بالنسبه لتنظيم بطوله ما شاء الله كويس جدا، والعدد اللي نازل لا كتنظيم ككل حاجه، كل حاجه كويسه جدا. والسكواش كده كده يعني احنا مسيطرين على كل حاجه، ايا كان الاعمار احنا مسيطرين على كل حاجه يعني. هي من احسن البطولات اللي بتتعمل كل موسم، يعني احنا كلعيبه ما بنصدق نلعب في بلاك بول، لان هو من اكبر، يعني هو تقريبا اكبر مجمع سكواش في مصر، ومن احسن الاماكن اللي انت ممكن تلعب فيها، وانضف ملاعب، ويعني كل حاجه كده اللي هو يعني حتى الملاعب ما فيهاش اي عيب، يعني اي لاعب هيخش يلعب هيبقى مستريح وهو بيلعب، اللي هو يعني ما حدش يقدر يقول ان في عيوب في البطوله خالص. انا وصلت الرقم 7 الجمهوريه، واحسن مركز جبته كان رابع، و بلعب حاليا تحت 15، وكان احسن رانك ليا كان في 11. ومن الاسكواش نروح بقى لكره اليد، وحصد منتخب ناشئات كره اليد طبعا اول نقطتين في بطوله افريقيا باحتساب اللجنه المنظمه الفوز لصالحها على الكونغو الديمقراطيه بنتيجه 10-0، الاعتذار المنافس لعدم الوصول في اطار اول مواجهات البطوله الافريقيه المقامه بتونس خلال الفتره من 16 وحتى 24 سبتمبر الجاري. يلعب المنتخب الوطني المصري ضمن منتخبات المجموعه الثانيه والتي تضم منتخبات مصر وانجولا والمغرب والكونغو الديمقراطيه، وتضم المجموعه الاولى منتخبات تونس والجزائر وغينيا ونيجيريا. حقيقه هوند كمان نقطه مهمه جدا في كره اليد، كانوا بعيد شويه عن موضوع المنتخبات وكان في بعض المشاكل كده، فيا رب نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، لان البطولات الافريقيه دي بتكون صعبه جدا جدا جدا، وكمان ما بتكون خارج الارض. انا بتفق معاك جدا يا كريم، واحنا كنا اصلا متابعين الفتره اللي فاتت حتى معاك برضو في بعض التغطيات، وكنا بنتكلم ان في طفره حصلت في بعض الرياضات المصريه، وده بيعود تاني للاهتمام من فوق بقى زي ما بتقال كده، القياده السياسيه بالرياضه المصريه وبالرياضيين المصريين، اللي عمل طفره وانعكاس على الارض، وده المهم زي ما انت بتقول. في فعلا اصبح هناك تطور ملحوظ في بعض الالعاب، منهم طبعا اليد، وكمان على صعيد النسائي والرجال، فيعني كل التوفيق. احنا على فكره بنفرح والله، الواحد لما بيقرا خبر زي طبعا ده بيفرح، بتحس ان جزء منك بينجح، فكل التوفيق لكل ابطالنا باذن الله. دلوقتي بقى خلينا نتابع الطقس. طبعا درجات الحراره والطقس الاسابيع اللي فاتت كانت كارثيه زي ما حضراتكم شفتوا، لكن مفروض دلوقتي الوضع بقى أفضل إلى حد كبير، كلها أيام قليلة جدا بتفصلنا عن بداية فصل الخريف. هنروح نتابع ونرجع نكمل. بالتأكيد طبعا حابين بقى نطمن على الطقس الأيام القادمة، الجو إيه، الأمور دي، لأن الحقيقة في صعوبة كبيرة جدا. فبالتأكيد طبعا الإفادة كلها تكون مع الدكتور محمود شاهين هاتفيا طبعا مدير عام مركز التنبؤات والتحليل بها الهيئة العامة للأرصاد الجوية. صباح الخير على حضرتك، وحابين يعني نطمن بقى الأجواء والجو العام والحرارة، الأمور بالنسبة لك إيه، أو بالنسبة للفترة اللي جاية هل ممكن نشوف شوية يعني قلة كده في درجة الحرارة ولا لا؟ صباح الخير يا استاذ كريم، صباح الخير عليك. صباح الهنا يا فندم. صباح الفل. الحمد لله احنا في فتره استقرار واضحه في الاحوال الجويه. بالفعل مناخيا بدا فصل الخريف، احنا بنستمتع باجواء ممتعه جدا في فترات الليل خلال هذه الفتره. درجات الحراره الصغرى انخفضت وصلت الى 24 و25 درجه بعد ما كانت تسجل 28 و29 درجه من خلال الاسابيع الماضيه. مع اننا لسه فاضل لنا اسبوع على نهايه فصل الصيف، يعني يعتبر هذا الاسبوع هو اخر اسبوع في فصل الصيف 2023. الا ان الاجواء وتوزيعات الضغط سواء في سطح الارض او في طبقات الجو العليا تميل الى توزيعات فصل الخريف. ولكن خلال هذه الفتره رغم ان احنا في فصل الخريف الا ان الاجواء مستقره بشكل كبير، هو فصل تقلبات جويه، لكنه ايضا بيشهد افضل درجات حراره على مدار العام على جمهوريه مصر العربيه. الحمد لله اجواء مستقره وسبوره مائيه في الصباح الباكر، ليست كثيفه، مش هتاثر على حركه القياده، لكن طبعا يجب برضه نوخي الحذر اثناء انخفاض الرؤيه سواء على الطرق الزراعيه او على الطرق القريبه من المسطحات المائيه. يعني الشبورة دي تحديدا انا شفتها وانا جاي النهارده، بس هي كانت يعني مش خفيفه شويه بصراحه، كان في برضو يعني مش هقول انعدام كامل للرؤيه، ما اعرفش انت كسافة، يعني في كثافه بصراحه يعني، فمش عارفه هل ده برضو هيستمر معانا دكتور محمود في الايام اللي جايه ولا بس كان اليوم، يعني خلينا برضو نطمن من حضرتك. هي حضرتك الشبورة عاده بتختلف من منطقه الى اخرى، وحتى في الطريق الواحد بتكون منخفضه في بعض الاماكن في هذا الطريق السريع، واماكن اخرى بتكون الرؤيه فيها واضحه. ف
فعشان كده بنقول برضه فتره تكون السبوره لا تتجاوز الساعه 8 صباحا 9 بالكثير، لكن هي يعني مستمره معانا خلال الفتره القادمه على مدار الاسبوع. زي ما قلت لحضرتك يجب توخي الحذر اثناء القياده خصوصا على الطرق السريعه، وكلما اقتربنا من مسطحات مائيه او طرق زراعيه طبعا الرؤيه بتقل عن باقي الطرق. طبعا هي دي الظاهره اللي ممكن تكون مؤثره علينا خلال الفتره القادمه او خلال هذا الاسبوع، بخلاف كده الاجواء مستقره تماما، وزي ما قلت لحضرتك بنستمتع بطقس ممتع خلال فترات دي. رائع جدا، نتمنى بقى خير. شكرا ليك دكتور محمود، جدا نتمنى خير الايام اللي جايه، لانه واضح من كلام دكتور محمود ان الشبوره هتستمر معانا يعني، وحتى لو بنتكلم من الساعات الباكره اللي هي من 8 ل 9 ما ده موعد اصلا الموظفين ان كله بيكون يعني في كثافه مروريه اكيد كبيره جدا. وانا اساسا ما بشوفش بقى من بعيد اصلا، فتخيل مع الشبوره الوضع هيبقى عامل ازاي يعني. خلينا على كل حال نروح فاصل سريع ونرجع نكمل انا وكريم حضراتكم، خليكم معانا. تحية لحضراتكم من جديد، وكالعادة طبعا بنطمن بقى على مقر النادي الأهلي بالجزيرة، الأنشطة الرياضية، أعضاء النادي الأهلي، كل الأمور دي هنطمن من خلال مراسلتنا روزان نصر اللي أكيد بنصبح عليها في البداية. صباح الفل طبعا يا روزان، يعني ماذا لديك من أخبار؟ صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهوان، صباح الخير على كل مشاهدينا مشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان. قبل ما أبدأ كلامي كريم بقول لك منور استوديو 10 صبح في الأهلي طبعا، ومزيد من التألق والنجاح. خليني بقى أقول لكم من مقر النادي الأهلي فرع الجزيرة متواجدة معاكم لنقل آخر الأخبار سواء لكرة القدم أو كمان الألعاب الأخرى. هنبدأ طبعا كلامنا بالفريق الأول لكرة القدم طبعا تحت قيادة مارسيل كولر، لخوض بقى أول جولة من بطولة الدوري المصري بمواجهة طبعا المصري البورسعيدي في 7 مساء يوم الثلاثاء 19 سبتمبر في استاد برج العرب بالإسكندرية. النهاردة بقى خلاص الجهاز الفني أعطى طبعا راحة سلبية للفريق وهيستأنفوا تدريباتهم غدا على ملعب مختار التتش. كل التوفيق أكيد يعني في بداية الدوري المصري لرجال الأهلي. فريق الناشئين لكرة القدم مواليد 2008 حقق فوز كبير خارج ملعبه على أسوان ب9 أهداف دون رد في المباراة اللي جمعت بين الفريقين أمس السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الجمهورية. كمان فريق الناشئين مواليد 2009 كان يعني فاز خارج ملعبه أيضا على الجونة برباعية دون رد في المباراة اللي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الجمهورية. الحقيقة يعني الناشئين الحقيقة بادئين الموسم قوة جدا، مزيد من التألق ليهم إن شاء الله. الفريق الأول لكرة اليد سيدات حققوا فوز على فريق البنك الأهلي بنتيجة 43-16 في المباراة اللي أقيمت أمس ضمن منافسات طبعا منطقة القاهرة. أقيمت المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي هنا بالجزيرة، وقدم سيدات الأهلي الحقيقة أداء مميز جدا خلال المباراة، شهدت طبعا تألق لاعبات الفريق في الدفاع والهجوم، ونجح الفريق في فرض السيطرة بالكامل على اللقاء من البداية لينتهي الشوط الأول بنتيجة 26-9، ووصل كمان تفوقه خلال الشوط الثاني ليتمكن من إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 43-16. أخيرا خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي أعلن عن تجديد عقد أحمد مهيب لاعب الفريق الأول لكرة السلة رجال ليستمر في صفوف الفريق خلال الفترة القادمة، وكمان قال إن وقع على عقود الاستمرار في النادي لمدة 4 مواسم، وكمان وضح إن هذا التجديد خطوة مهمة جدا في إطار الحفاظ على العناصر المميزة بالفريق وتوفير حالة من الاستقرار تساعد طبعا الجهاز الفني على تجهيز الفريق بالكامل من أجل المنافسة على البطولات جميعا. دي كانت أبرز وأهم الأخبار اللي معايا النهاردة من النادي الأهلي فرع الجزيرة، بشكركم وعودة ليكم مرة تانية. شكرا ليك أكيد زميلتنا العزيزة جدا روزان نصر من مقر النادي الأهلي بفرع الجزيرة. ننتقل بقى الخبر يمكن اسعد ناس كتيره، مش هقول اسعد ناس كده، اسعد الملايين طبعا. تيجي تتكلم عن محمد صلاح، يعني امبارح توج بجائزه افضل لاعب في مباراه ليفربول طبعا بحسب هنا اختيارات الجماهير اللي تخطت كام بقى 25,000 مشارك بعد طبعا فوز الفريق امبارح، كان ماتش رائع جدا 3-1، وهو كمان اللي صنع ال3 أهداف طبعا من اللي تابع من حضراتكم المباراه. محمد صلاح حصل هنا على نسبه اصوات بلغت بلغه الارقام 76.4% من المشاركين في استفتاء أفضل لاعب في المباراة، وتفوق بفارق كبير جدا من أقرب منافس ليه بحصوله على 15.1% تحديدا من أصوات المشجعين. طيب
كونكلوجن خلينا نقول محمد صلاح، او يعني خلينا نقول كده في العموم محمد صلاح اصبح اكثر لاعب افريقي يعني صناع عليه الاهداف في تاريخ البريميوم ليج، حاجه مشرفه بجد. بتتكلم ب 64 اسيست متخطيا رياض محرز كمان يا كريم أكيد. يعني لاعب مانشستر سيتي اللي كان رقمه تحديدا 61، فحاجه جديده حاجه مشرفه اخرى متوقعه من محمد صلاح. ولسه يعني دي برضو ايه يعني زي ما بيتقال كده مش النهايه ابدا، لا دي البدايه، وبدايه اكثر من رائعه. وكل فتره بنسمع خبر حلو عن محمد صلاح، ده اللي احنا نعرفه. لاعب ذكي جدا، لاعب بيشتغل على نفسه بشكل كبير جدا، لاعب عارف خطواته القادمه، محدد هدفه، زي ما بتقال ما بيتاثرش يعني عقود مختلفه. وطبعا تابعنا الملف ده في الاسابيع الماضيه، فكل التوفيق لمحمد صلاح، وحابين دايما نسمع عنه يوم عن يوم واسبوع عن اسبوع خبر جديد اكيد وانجاز كمان جديد. الحقيقة محمد صلاح يعني بيحطم الأرقام القياسية، التزامه كبير جدا، عشان كده ربنا بيكافئه. ويمكن كمان بعد هاتريك وأسيست ولفرهامبتون صلاح خلاص بقى أصبح مشارك بشكل مباشر في 203 أهداف، 139 هدف، 64 تمريرة حاسمة في 223 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز. ويمكن برغم أن محمد صلاح ما سجلش أهداف في آخر خمس مباريات في بطولة الدوري الإنجليزي خارج الأنفيلد، إلا أنه صنع سبع أهداف في آخر خمس مباريات خارج الأنفيلد. الحقيقة محمد صلاح يعني زي ما قلنا مستمر في تحقيق الأرقام، بيأدي أداء مميز جدا، عنده التزام، فإن شاء الله بإذن الله مزيد من التألق والنجاح صلاح. شوف بقى ملف طبعا الاولمبياد من الملفات المهمه جدا، المصريين بيتابعوها بشكل كبير جدا. اولمبياد باريس اصبحت خلاص يعني اشهر قليله بتفصلنا عنها باذن الله، فطبيعي ان الناس تبقى مهتمه، وكل يوم تقريبا بنقرا او كل كام يوم بنقرا عن خبر تاهل مصري جديد لاولمبياد باريس 2024. عايزين نعرف حضراتكم حتى هذه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي من خلال فيديو جراف عن المتاهلين من اللاعبين المصريين لدوره الالعاب الاولمبيه، خلينا نتابع. يعني هقول حاجة والله العظيم وأنا صادقة في اللي بقوله ده، الواحد وهو بيتابع التقرير ده أنا أشعرت. ليه؟ هي مش مبالغة قسما بالله العظيم، لأن يعني الواحد سعيد والواحد عنده أمال كبيرة جدا. وبجد تاني هرجع أقول لما بتتفرج على أبطال مصريين بتحس إن أنت اللي رحت، أو ابنك اللي راح، أو أخوك اللي راح. أنتوا فاهمين قد إيه بتكون الغيرة بقى هنا، مفيش هنا بقى اختلافات خالص. يعني لما بيبقى في حد بيمثل مصر في بطولة اختلف بقى واتفق في أفكارك في سياساتك في غيره، لكن كلنا بنجتمع كمصريين في تشجيعنا لهذا البطل أو هذه البطلة اللي بتمثلنا، وكلنا الغيرة حب الوطن بيطلع في البطولات اللي زي كده. فالواحد لما بيشوف حتى لما بنتابع الأولمبيات المختلفة ونشوف البعثة المصرية وهي داخلة وغيره، الواحد بيأشعر، الواحد بيبقى فرحان، الواحد بيبقى نفسه بجد يحققوا أفضل ما عندهم. وللأسف الشديد جدا لو بتتفق معايا كريم، زي ما بتقال life is not fair، يعني الحياة غير فعلا عادلة. قولولي ليه حياة غير عادلة؟ لأن الأسماء اللي حضراتكم شفتوها دول، الأسماء دي مفروض هي تبقى الأسماء اللي كلنا في الشارع نعرفها، لكن إحنا للأسف الشديد بنعرف أسماء في الشارع لفئات مختلفة تانية خالص، لها كل الاحترام، لكن مش هي دي اللي برضو لوحدها. هي طبعا بتعمل، بس مش اللي لوحدها بترفع اسم مصر. الأبطال دول اللي بيرفعوا اسم مصر في أكبر محافل دولية في العالم، لكن للأسف الشديد لما بتمشي في الشارع مش كل الناس عارفاهم، اسم أو اتنين أو تلاتة وبس. نتمنى الوضع يختلف بشكل كبير، نتمنى يبقى فيه حتى اهتمام من قبل الدراما والسينما والقوة الناعمة اللي احنا بنتكلم عنها، علشان الناس دي لازم يبقوا قدوة كمان للأجيال الجديدة. أنا لو عايز أبني جيل محترم وجيل ناجح لازم أقدم له النوعية دي من الأمثلة اللي أنا أكبر عليها، مش أمثلة تانية. ومش هتكلم، مش موضوعنا ومش برنامجنا، مع إن أنا بحب الكلام ده قوي، بس مش البرنامج ده خالص. بس يعني فاهم يا كريم قصدي، نتمنى فعلا ونتمنى أكتر إن يكون في شركات بقى هي اللي بتدعم، شركات الوطنية هنا دورها يظهر مع الأبطال دول، مع دعمهم للأبطال المصريين، خصوصا لو هتتكلم على الأولمبياد أو البارالمبيكس. البارالمبياد دول أكتر فئتين بجد يعني محتاجين دعم مادي. في اتكلمنا عن اتحادات كتير عندها مشاكل مادية، وفيها كمان على مستوى الألعاب الفردية وغيره. أتمنى من أصحاب الشركات الوطنية إن هم يبتدوا يدعموا من دلوقتي يعني أبطالنا دول، لأن ده مهم جدا جدا جدا. كل التوفيق ليهم، أكيد أكيد كل الدعوات من ملايين المصريين يا كريم، حاجة طبعا يعني ما فيهاش كلام. بالتأكيد طبعا أنا بضم صوتي لصوتك كمان، لأن المجهود اللي بيبذل لهؤلاء الأبطال عشان يوصلوا للمرحلة دي بيكون في صعوبة بالغة جدا. الإعلام لابد يكون له دور كبير جدا، احنا أكيد بالتأكيد لينا دور، الاهتمام ليه دور، لأن بالفعل
عايزين نشوف فيلم وثائقي لبطل من الابطال البارالمبيين، عايزين نشوف فيلم وثائقي لبطل من ابطال مصر، عايزين نشوف حاجات زي كده، لان الحاجات دي بتفرق معاهم معنويا طبعاً بشكل كبير جدا، ودي نقطه مهمه جدا. ويا رب ان شاء الله باذن الله يكونوا على منصات التتويج بالتاكيد ان شاء الله، ويرفعوا علم مصر كالعاده ان شاء الله باذن الله. في هذه بقى الفتره او في هذه اللحظات ان شاء الله باذن الله هنروح نتابع تمارين جديده مع الكابتن نسيم ومحمود طبعا مدير جيم السيدات بالنادي الاهلي بالجزيره في هذا التقرير، ومنها الى فاصل ونعود من جديد لاستكمال باقي فقرات البرنامج. يا صباح السعادة على كل أعضاء وجماهير النادي الأهلي الكرام. النهاردة معانا 3 تمرينات، لو عملناهم صح هنحمي نفسنا من الإصابات، وهنحمي من نفسنا إن إحنا ممكن يعني نكون بنعملهم وحاسة إن أنا بعملهم بس ما بيجيبش أي نتيجة خالص. فالنهاردة هنشوف الإكزامبل الصح جدا معانا كابتن حسن من جيم الرجال نادي الأهلي فرع الجزيرة، فهنشوف كده الأخطاء الشائعة اللي بتحصل وتصليحها في نفس الوقت. هنبدأ بتمرين كل الناس بتبقى عايزة تعمله، تمرين السكوات. فهنشوف كده معانا احنا بنقف ازاي، هنعمل الأول غلط عشان نحط عليه ايرور وبعدين هنصلح مع بعض. بنقف زاوية رجلينا مفتوحة، ده الغلط. نشوف كده الأخطاء الشائعة بيحصل فيها ايه. اتفضلي كابتن حسن، بتنزل على قدام كده غلط، بنعمل مشاكل كبيرة جدا في ركبتنا. نشوف الصح بتاعها بسرعة ونركز في الصح، لأن هو ده اللي المفروض كلنا نستخدمه. أول حاجة بنزل الهيب بتاعتي على ورا، ظهري مفروض، ركبتي ما بتعديش مشط رجلي، وهنا بنقول صح وحلو جدا ونكمل على ده. تاني تمرين معانا هيبقى تمرين برضو احنا بنعمله في الجيم، وبيبقى مهم جدا للولاد وللبنات، وبقوا يعملوه يعني بطريقة خطأ كبيرة، بنجري بسرعة نصلحه عشان ده الغلطة فيها هيبقى فيها مشاكل كتير قوي، ظهر رجلين والهب. يلا يا كابتن حسن، هناخد دامبلز ممكن تبقى خفيفة أو تقيلة، ما فيهاش أي مشكلة خالص. خلونا الأول معانا أول غلط هنشوفه، إن كل الناس بتنزل لقدام، بتقعد أكنها قاعدة في السكوات، بتبقى عاملة أرش في ظهرها، وده بيعمل مشاكل كبيرة جدا في الظهر. بيبقى عامل أرش لفوق وموطي، كمان بينزل راسه لتحت وبيبقى قاعد في السكوات، ده غلط. نشوف الصح معانا، بثبت من فوق، بثبت ظهري، بنزل بظهري على قدام، سوفت ني، بس بميل بميل بميل، كمان 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 كمان، ستوب، اطلع تاني بالراحه خالص. يبقى انا ما بيتحركش معايا خالص ولا رجليا، بنزل بس بظهري، راسي قدام، ثبتة نظري قدام على حاجه معينه، وما بعملش قرش في ظهري. تمرين التالت معانا وبرده بنعمله في الجيم كتير، تمرين اللانج. اول حاجه معانا اول خطا بيحصل فيه، بنزل على قدام وبيطلع بركبته على قدام خالص، وده اول غلط معانا. يلا نشوف الصح بتاعه عشان نعمله على طول صح من اول مره، ما نجربش الغلط خالص. بنزل زاويه رجلي 90 درجه، ما بتعديش مشط رجلي، اللي ورا هي لتحت، ظهري مفرود، بتنفس نفس وارجع بالراحه. وبكده يبقى احنا وريناكم الثلاث تمارين انتوا معتمدين عليهم في تمرين الرجلين، وده يوم مهم جدا عند الولاد وعند البنات، وان شاء الله المره اللي جايه هنفككم بتمرينات ثانيه تبقى صح من البدايه للنهايه. صباح السعاده. لاعبات تحديدا لو هنتكلم سيدات الاهلي للكره الطايره طبعا متالقات كالعاده، سواء بتتكلم على مستوى البطولات طبعا اللي بيحققوها مع الاهلي او حتى مع المنتخب، هنحكي في كل ده وهنتكلم. بس خليني اقول على حاجه بس قبل ما نبدا طبعا، واعرف حضراتكم بضيفتنا اول مره او من المرات النادره اللي بلاقي بنت اطول مني يعني، فيعني خلينا نرحب بضيفتنا العزيزه ايه خالد، لاعبه الفريق الاول للكره الطايره بالنادي الاهلي. صباح الهنا وبجد منورانا يا ايه. صباح النور، بنقولك شكرا قوي. صباح الخير عليكي طبعا يا ايه، ويمكن مجهود كبير جدا بذل بالنسبه لكم، اجتهدتوا وقدرتوا ان انتوا تحققوا. بالنسبه لك انت طبعا على المستوى الشخصي قدرت ان انت تحققي طبعا افضل سنتر بلوك في افريقيا مع منتخب مصر، امور بتكون فيها صعوبه شويه لكن ربنا ما بيكرم، الامور بتختلف بشكل كبير. في البدايه بقى يعني لو هكلمك بقى من البدايه، البطوله الامور كانت ازاي؟ عايز ابدا معاكي من فندق الاقامه، لان بتبقى في صعوبه كبيره جدا في الاقامه والمعيشه اللي بتاثر عليكم بشكل كبير في المباراه. كلمينا من البدايه على البطوله. أيوة بصراحه الاول كان فيه صعوبات فعلا. فندق البطوله احنا اول ما رحنا الفندق ما كانش احسن حاجه خالص، احنا اتفاجئنا ان الفندق في مكان زي سوق كده عشوائي، فالدنيا مش امان خالص ان احنا نقعد في فندق زي ده، فالجهاز الفني بتاعنا ما رضاش ان احنا نقعد في الفندق ده، واضطرينا ان احنا يعني قعدنا نلف على كذا فندق من الفنادق المخصصه للبطوله لحد ما لقينا يعني احسن الوحشين احنا نقعد فيهم، وقعدنا فيه بس عشان نبقى قاعدين في مكان امن يعني.
ده كان اول حاجه. ثانيا برضو الملاعب، كان بس الملعب الرئيسي هو اللي كان كويس، كان في ملعب تاني فرعي وملعب بنتمرن فيه، دول ما كانوش احسن حاجه. الارض مش مستويه قوي، فبرضو كان خوف ان احنا ممكن نحصل لنا اصابات. اضطرينا نلعب ماتشين في الملاعب الفرعيه دي، فكانت مش احسن حاجه خالص. برضو ملعب التدريب ما كانش احسن حاجه، فدي كانت صعوبات كثيره واجهتنا في البطوله دي. طيب خليني برضو ابدا معاكي، يعني هل اثرت على اللعب وعلى الاداء ولا لا؟ لا ما يعني ما اثرتش، يعني حوار الفندق ده احنا يعني اتصرفنا فيه وخلاص تمام. البطوله الملعب احنا بس لعبنا فيه ماتشين والحمد لله، كان ماتشات سهله، فما كان كنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نخلص الماتش بسرعه ومن غير من غير اصابات، من غير اي اصابات عشان عندنا ماتشات قويه بعد كده. انت طولك كام اصلا يا ايه؟ انا 185. ما شاء الله، لا انت كده اطول بكتير. انا كنت فاكره 170 مثلا. ما شاء الله، لازم الطول، ها لازم، ده شرط اساسي ولا مش شرط؟ مش شرط اساسي، بس كل الطول يعني بيساعد اكتر، كل ما تبقي طويل اكتر كل ما حاجه احسن يعني. حلو جدا. ازاي قدرتوا بقى توصلوا للمرحله دي، او ازاي انت قدرتي تحصلي طبعا على اللقب في ظل الصعوبات دي؟ لان الصعوبات دي اكيد بيبقى لها تاثير طبعا. ان انتوا توصلوا لهذا الامر ده يحسب ليك ويحسب للجهاز الفني. كلمينا صعوبه البطوله وازاي قدرتي تحققي هذا اللقب. البطوله كانت صعبه، بس الجهاز كان معانا كان بيحاول دايما ان احنا نتفادى الصعوبات دي بسرعه، واحنا من الاول كان هدفنا ان احنا عايزين نوصل للفاينل وعايزين نكسب البطوله دي، فكنا بنحاول ان احنا اي صعوبات نتغطاها بسرعه، اي حاجه مش مشكله نعدي اللي بعده، احنا عندنا بطوله مهمه ولازم نركز فيها، فكنا بنحاول ان احنا نركز بس في لعبنا، والجهاز بتاعنا هو كان بيحاول ان هو يعني يبعد عننا اي مشاكل او حاجه، بس ده اللي خلانا ان احنا نقدر احنا نلعب احسن حاجه عندنا، ادينا بطوله كويسه والحمد لله قدرنا نحصل على حاجات كويسه. بصي يا ايه، خلينا نتكلم شويه في العموم، يعني الرياضات المختلفه في النادي الاهلي كمان دلوقتي بنتكلم عن العاب الصالات وغيره، محققه برده كانت موسم رائع جدا واستثنائي عن المواسم كمان اللي فاتت، فاحنا هنتكلم هنا شويه راجع الموضوع ليه، هل هي اداره مثلا خلينا نقول اداره ناجحه، تيم ورك كان اكثر من رائع، مدير فني كان برده، يعني كلمينا عن الاسباب اللي دعت في الاخر او ادت في الاخر للنجاح الملحوظ بهذا الشكل كمان. لو هتكلم تحديدا على اليد، هو الموضوع اكيد بدا من الاول من النادي، ومن اصلا السيزون اللي فات كان سيزون استثنائي وكان سيزون صعب جدا، والدوري كان بقى اصعب من الاول، ف نتيجة ان الدوري بقى احسن ده خلى ان احنا في المنتخب الدنيا بقت احسن، فرقة بقت اقوى، بقينا قادرين احنا ننافس مع، وقدرنا احنا نكسب فرقة زي الكاميرون احنا ما كناش بنكسبها على ارضها في وسط جمهورها، كل ده ساعد في الاخر. وطبعا الجهاز الفني كان على اعلى مستوى، كان يعني مخلينا كل هدفنا ان احنا نكسب، ان احنا يعني نركز في البطولة ان احنا نكسب فيها، فكل دي حاجات ساعدتنا ان احنا نظهر بالشكل ده والمظهر ده. حلو جدا. يمكن كمان الحقيقه دور الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي في بعض التوقيتات، اما بعد ما بتكسبوا بطوله بتلاقي حفله، بتلاقي تسليم درع، بتلاقي فيه اهتمام، ده مردوده عليكم ايه؟ لان ما فيش نجاح من غير المسانده الكبيره جدا من مجلس اداره النادي. ايوه احنا طبعا دي حاجه بتبسطنا جدا، احنا بعد ما كسبنا الدوري هو تقريبا كان الوقت ده كان عنده يعني ظروف، بس احنا نهى كابتن فرقه نهى كلمته قالت احنا يعني فرحتنا مش هتكمل غير ما حضرتك تبقى موجود، وفعلا يعني ما فيش نص ساعه وكان موجود عندنا في الصاله واحتفل بينا، ودي حاجه فعلا زودت فرحتنا وساعدتنا جدا ان هو كان موجود وعلى طول في ظهرنا وعلى طول بيدعمنا، فدي حاجه بصراحه بتبسطنا جدا وتخلينا فخورين ان احنا نلعب في النادي الاهلي. اكيد ايه، انت بتلعبي في النادي الاهلي في المنتخب، فعايز اعرف تكلميني اكتر عن الفرق ما بين بقى اللعب في النادي الاهلي ومميزاته والفوارق ما بين بتلعبي مع المنتخب، وايه الصعوبات اللي ممكن نتكلم ان هي بتواجهك على مستوى المنتخب كمان. اكيد اللعب في النادي الاهلي، انا بقى لي دي تالت سنه ليا في الاهلي، كنت بلعب الاول في نادي الشمس، فاللعب في النادي الاهلي مختلف طبعا عن اي نادي خالص. في ايه بقى؟ في حاجه ان انت كلاعب احنا بس كل مطلوب منك انك تلعب تركز في تمرينك بس، مش مطلوب منك حاجه اكتر من كده، انك تركز في اي حاجه تانية خالص. الاداره مسؤوله عن كل حاجه، بتوفر لنا كل حاجه من غير ما احنا نتكلم في اي حاجه غير اي نادي تاني خالص، فدي بتخليك ان انت في مركز في تمرينك، تطلع اقصى مجهود عندك، عايز يعني عايز تكسب كل البطولات عشان ترد لهم كل الجميل اللي هم بيعملوا لك ده.
اللعب في المنتخب صعوبته ان احنا بيبقى كذا حد من كذا فرقه، فبيبقى لسه مش واخدين على بعض شويه، ناخد وقت اول ما نلعب مع بعض ناخد على بعض. فتره الاعداد مفروض بتبقى مخصصه لده، ما بيتمش الاعداد بشكل كبير ولا بيتم؟ لا بيتم. هي فتره الاعداد دي مخصصه ان احنا محتاجين ان السته في الملعب يبقوا واخدين على بعض اكتر، دي بتاخد وقت شويه، بس بعد كده خلاص في الاخر بنبقى خلاص خدنا على بعض، وقت البطوله نبقى جاهزين. حلو جدا. هي يمكن التتويج باللقب سواء محلي او افريقي بيبقى محتاج تركيز كبير، محتاج تخطيط، محتاج يكونوا على قدر المسؤوليه كالعاده. ازاي قدرتوا ان انتوا تحضروا للبطوله؟ الفتره كانت ازاي؟ كلميني عن النقطه دي، لان دي نقطه مهمه جدا عشان توصلكوا لهذا الناتج من التتويج. احنا بطوله المنتخب دي بعد ما خلصنا السيزون خالص على طول، يعني دوبك اخذنا اسبوع بس اجازه ودخلنا في التدريبات مع المنتخب. كان المفروض يبقى في كذا بطوله في النص غير البطوله دي، بس في يعني اتاجلوا، فاحنا كل فتره دي قعدنا، دي كانت اهم بطوله لينا، فقعدنا حوالي 3 شهور او حاجه بين معسكرات، وعملنا معسكر خارجي في اليونان، وبعدين رجعنا معسكرات هنا داخليه في مصر. فدي كانت اطول مده قعدنا فيها معسكرات في المنتخب، يعني احنا دايما كان اخرنا يبقى شهر شهر ونص، دي اطول مده قعدنا فيها، فالاعداد كان حلو قوي فتره كبيره، فده كانت ميزه يعني كويسه. والبطوله دي كانت بصراحه احنا كانت تارجت ان احنا الرانكينج بتاعنا كان بدا ان هو ينزل شويه، عشان احنا كان بقى لنا بطولتين ما بنشاركش، فاحنا كنا محتاجين ان احنا نعلي الرانكينج بتاعنا، فدي كانت هدف من البطوله، وهدف ان احنا نوصل كاس عالم ان احنا نتاهل، والحمد لله ان احنا الاثنين دول حققناهم الحمد لله. بصي يعني دايما بيبقى في كلام كده ان احنا بنبص على البطوله لما بيتم تحقيقها، بس طبعا ورا البطوله في كواليس كتيره جدا الواحد ما بيبقاش عارفها. لو احنا هنتكلم عن اهم حاجه في فكره الفريق عندكم، هل هو التيم ورك؟ وازاي بتحققوا ده برده؟ لان طبعا اي لعبه جماعيه لازم يكون اساسها تيم ورك قوي، فاحكي لنا شويه عن التيم ورك، احكي لنا ايه اللي بيدور في كواليس لما بيحصل خساره مثلا لماتش او بطوله ما بينكم، ازاي بتستعدوا بعد كده مع بعض لما بيبقى في بطوله بعدها مثلا او ماتش مهم بعدها، ان انتوا تنسوا اللي فات وتركزوا في اللي جاي؟ مين كمان من يعني الاداره الفنيه اللي بيكون داعم ليكم بشكل كبير؟ عايزين نعرف كواليس اكتر. التيم ورك ده بيبقى مسؤوليته شويه ان كابتن الفرقه هي على طول بتحاول تلمنا ان احنا على طول يبقى في تيم ورك ما بيننا، ان احنا دايما في الملعب ساندين بعض، ما حدش مش بنظهر اخطاء بعض، احنا بالعكس بنحاول ان احنا نلم على بعض. فدي كانت مسؤوليه كابتن الفرقه، وكانت ساره امين هي كابتن الفرقه في البطوله دي، فهي الصراحه كانت يعني ادت المهمه دي تمام. وبعد الخساره احنا يعني الحمد لله البطوله دي احنا كنا يعني ماشيين الحمد لله مكسب، خطوات جيده، خطوات جيده، وكانت يعني احنا اصلا مجموعتنا كانت صعبه، فكان اول لعبنا اول ماتش الجزائر، فده اول ماتش كسبناه 3-0، وكان بقالنا كتير ما كسبناش الجزائر 3-0، فده ادانا دافع كبير، وادى لبقيه الفرق انطباع ان احنا لا فرقه جايه تكسب بطوله وجايه تلعب على بطوله. فدي كان وده كان سبب المكسب، ان احنا طبعا التيم ورك بتاعنا كان كويس، يعني ان احنا بنشيل اي حاجه في دماغنا، احنا بس كل همنا ان احنا نكسب ونلعب الماتشات على اكمل وجه، واظن ان احنا حققنا ده. يعني يمكن كمان يعني قبل ما نروح بس للهاتف، فتيات الذهب للنادي الاهلي، انت قلتي بقالك 3 سنين في النادي الاهلي، ايه الاختلاف اللي انت شفتيه من ساعة لما جيت النادي الاهلي حتى هذه اللحظه؟ لان اكيد منظومه النادي الاهلي منظومه ناجحه جدا جدا جدا. لا طبعا المنظومه مختلفه خالص، انا يعني حاسه براحه اكتر وانا بلعب مع النادي الاهلي، ان هم بس كل مسؤوليتي ان انت اتمرني وعملي اللي عليكي وبذلي مجهود وكل حاجه، يعني بعد كده مالكيش دعوه بيها، كل حاجه متوفره لنا. حتى الفرقه عندها دايما احساس بالمسؤوليه، ان احنا لازم نفرح جماهير النادي الاهلي، لازم على طول احنا بنكسب دايما، فمفيش عندنا حته ان احنا لا احنا في اوبشن نخسر اوبشن، لا احنا لازم ننزل الماتش لازم نكسب، ده مش اوبشن تاني. فدي حاجه كانت جديده شويه عليا غير بقيه النوادي التانيه، بس دي حاجه طبعا حلوه، كل ما تلاقي الفرقه كلها عندها الهدف واحد ان هي لازم تكسب، فانت بتبذل كل اقصى مجهود عنك انك تبقى على قد مسؤوليه، انك تبقى زي الفرقه كلها، فده كان مختلف ودي حاجه كويسه. يعني هنروح بقى للتليفون طبعا، معانا الكابتن محمود الوزير مدرب عام الفريق الاول لكره الطائره السيدات بالنادي الاهلي. يعني نقول لك صباح الفل عليك.
صباح الاهلي. صباح الاهلي طبعا. حلوه الدخله دي يا كابتن محمود. كابتن كريم، كابتن هوان، صباح الخير. اهلا بحضرتك. صباح الفل. وطبعا حاجه كويسه جدا يا خالد موجوده، يعني ربنا يكرمها ان شاء الله. هي الحقيقه من اللاعبات المميزات جدا، ويعني تحقيق لقب فردي في بطوله ده يحسب لها طبعا، بتجتهد بشكل كبير. لكن يعني عايز اتكلم بشكل عام، يعني بالنسبه لك ايه اللي انت بتشوفه في ايه بنجاحها وباصرارها ان هي توصل لهذا التالق في المباريات وفي البطولات؟ والله ايه خالد، من الموسم اللي فات حتى لما حصل موقف لايه الشامي، ان هي حصل لها موقف في الملعب اي ساعه ماتش الماتشات بتاعت نهائي الدوري، ان هي غيرت مركزها من مركز 3 لمركز 2 عشان تغطي مكان آية الشامي، أدت بشكل كويس جدا وأدت واجبها اللي عليها تمام، وبالتالي هي عندها الحماس الشديد، وهي بصراحة يعني هي من أفضل اللاعبين الحماسيين الموجودة، وبتبذل أقصى مجهود ليها عشان تعوض كل الحاجات اللي موجودة في الملعب، فهي ربنا يكرمها إن شاء الله، بسم الله ما شاء الله السنة دي معانا، وربنا يسهل يعني ان شاء الله. كلام جميل كابتن محمود. برضو مهم ان احنا نروح مع حضرتك يعني ونتكلم شويه عن الطفره الحاصله في كره الطايره تحديدا سيدات بالنادي الاهلي، واللي ليها انعكاس طبعا ايجابي بيكون بعد كده على المنتخب. يعني خلينا نعرف برضو، احنا سالنا ايه السؤال ده بس مهم نسال حضرتك، يعني انا لما اجي اتكلم عن نجاحات بتحقق ومستوى وتطوير، هل ده بيبقى راجع بس ليه مثلا نقول اللاعبات تحديدا والتيم ورك الموجود، ولا للمدير الفني، ولا المنظومة الإدارية عامة في النادي؟ يعني خلينا نعرف منك أكتر، لأن كمان الموسم الجديد أكيد إحنا منتظرين كجماهير للنادي الأهلي موسم لا يقل طبعا إنجازات وتحقيق للبطولات عن الموسم اللي فات اللي كان أكثر من رائع بصراحة. والله وإحنا بنتكلم إن النادي الأهلي دايما هو الأساس أو الدعيمة الأساسية لمنتخب مصر في كل الالعاب. صحيح. احنا بنتكلم على الكوره، بنتكلم على الباسكت، على الفولي، على الهاندبول، وده بلغه الارقام عشان ما حدش يقول لنا احنا بنقول يعني بنضخم، ده بلغه الارقام. عدد اللاعبات اللي موجودين في المنتخب واللي بيبقى موجودين داخل الملعب في مع المنتخبات ده بيبين بالظبط. يعني احنا عندنا اللعيبه الموجوده، يعني كان عندنا 7 لاعبات في المنتخب، منهم على الاقل في 4 او 3 في الملعب دايما موجودين معانا من الاهلي، فمعنا نص الفرقه معناها من منتخب مصر تقريبا. الميزه الموجوده ان النادي الاهلي بيعتمد اعتماد كلي على المنظومه المتكامله، يعني الاداره اداره، يعني الناس اللي بتوع الاداره اليوم تخصص الاداره بيشتغلوا فيها بمجهود كبير، الجهاز الطبي والجهاز المعاون للجهاز الطبي دول بيشتغلوا برضو عشان خاطر يساعدوا اللاعبين، والمدير الفني والجهاز الفني ده اللي بيزود المهارات وتنمية المهارات عندهم اللي بتبقى بسم الله ما شاء الله، يعني ده اللي بنشوفه في المنتخبات، لأن لما لقى أن حصول اللاعبات مثلا آية خالد وندى وليد وحصولهم على جوائز أو حصد الجوائز في البطولات الأفريقية مع منتخب مصر، ده بيبين ان المنظومة المتكاملة هي دي الميزة اللي صحيح. في النادي الأهلي موجود. صحيح، انا متفق مع حضرتك جدا. بالتأكيد طبعا، ويمكن كمان هسألك سؤال يعني اكيد سألته قبل كده، لكن الفترة اللي فاتت خلاص انتهت بالنسبة للحصول على البطولات، القادم بالنسبة لكم اصعب لان كل الفرق دعمت اكيد عندهم هدف وحابين ان هم طبعا ينافسوا النادي الأهلي، كيف ترى هذا الموسم اللي بالتأكيد ان شاء الله بنتمنى لكم كل التوفيق فيه؟ ان شاء الله. هو بس المشكله الوحيده زي ما انت عارف ان الصعود الى القمه سهل، المحافظه على القمه ده بيبقى صعب، فخلينا نقول ان الصعوبه ان انت تحافظ على اللي انجزوه البنات السنه اللي فاتت، فانك تحافظ عليه السنه دي هي دي الصعوبه اللي بتواجهنا احنا كجهاز فني طبعا، غير طبعا الاعداد البدني، غير انهم مثلا كان في جزء منهم في المنتخب وجزء منهم بيتمرن في النادي، فعشان نوصل المجموعه برضه نقرب من بعض وان العمليه توصل، بالذات ان احنا الجهاز الفني الجديد السنه دي غير الجهاز السنه اللي فاتت، بنشكره طبعا على الانجاز اللي عملوه السنه اللي فاتت، الا ان السنه دي برضو الوضع مختلف زي ما انت قلت، في عندنا نادي سبورتنج بيجهز ناس وجاب برضو لاعبات وحصل فيه انتقالات عايز يعلم من مستواه، نادي الزمالك مستمر باللعيبه المحترفه اللي معاه السنه اللي فاتت اللي ادت اداء متميز برضو السنه اللي فاتت، لازم ناخد بالنا من الكلام ده كله، اكيد هيدعم فرقته، فيعني دول المنافسين الاكثر تنافسا مع النادي الاهلي الموسم دوت،
وربنا يسهل يعني، بندعو الله وربنا يكرم ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن محمود، كل التوفيق ليك وكابتن محمود الوزير مدرب عام الفريق الاول لكره الطايره السيدات بالنادي الاهلي، شكرا ليك جدا. اي انت ايه مش فرحانه ليه؟ كابتن محمود عمال يقول فيكي اشعار. كابتن محمود صحيح، كتر خيرك، شكرا ليكي. بصي لا احنا بجد سعداء بيكي، وانت مثال رائع مش هقول بس لل يعني للرياضيه في النادي الاهلي، الرياضيه المصريه، لان طبعا الكوادر النسائيه بتسعدنا كلنا، لان طبعا طفره حاصله في الرياضه النسائيه في مصر في العموم في الفترات والسنوات الاخيره ما كانتش طبعا يعني في السابق معروفه. فبالتوفيق ليكي ان شاء الله وكل الفريق وللمنتخب، وان شاء الله تبقي معانا مره ثانيه باذن الله. شكرا ليكي. شكرا لك. شكرا جزيلا. شكراً. بالتاكيد طبعا بنشكرك ونتمنى لك كل التوفيق. يعني الفتره اللي جايه صعبه بالنسبه لكم، لكن ان شاء الله باذن الله تكونوا قدها ان شاء الله باذن الله وتحصلوا على البطولات. اكيد بالتاكيد هنطلع فاصل ونرجع من جديد نستكمل باقي فقرات البرنامج. كانت التحيه لحضراتكم من جديد، وبالتاكيد طبعا كالعاده احنا اهلاويه بنبص لقدام وهنقول القادم افضل ان شاء الله باذن الله. صفحه السوبر خلاص يعني اتقفلت تماما بايجابياتها بسلبياتها بكل الامور اللي كانت فيها، لان خلاص النادي الاهلي بيستعد لبطوله الدوري في نسخته الجديده، وكما اطلق عليه هو دوري النيل. يعني زي ما بنقول عندك بطوله افريقيه، عندك تحديات كثيره جدا خلال الفتره القادمه. كل الامور دي طبعا هنتكلم مع القيمه الفنيه الكبيره جدا كابتننا الكابتن ماهر همام نجم النادي الاهلي السابق. ورحب بيك وصباح الفل عليك كابتن ماهر. صباح الخير يا كريم، اهلا بيك. صباح الخير. صباح الخير يا نهوان. صباح الهنا. صباح الخير يا نهوان، منورنا. ربنا يكرمك. ومش عارفه ابدا منين، يعني انا هبدا من نقطه لو تسمح لي وتتفق معايا فيها يعني او تختلف طبعا. هل كان المشكله أو واحدة من المشاكل اللي حصلت في المباراة طبعا والبطولة للأسف الشديد ضاعت طبعا النادي الأهلي، هي فكرة الثقة إن أنا نازل بنسبة كبيرة واثق إن أنا هحصل على البطولة والماتش هيكون نتيجته لصالحي، وبالتالي ما كنتش عامل حساب للمنافس إن هو ربما يكون يعني قوي، ربما يكون مركز، ربما يكون عنده خطة أكثر من رائعة يعني، وده اللي حصل بصراحة. فالمشكلة كانت فين؟ هل هي فعلا واحدة من المشاكل اللي أنا كنت بقولها دلوقتي؟ أنا بتفق معاك يا نهواند. طبعا كان واضح أوي الثقة كريم للاعبتنا التحضير اللي قبل المباراة، يعني الثقة كانت للاعبية النادي الأهلي إن هم رايحين المملكة العربية السعودية، إحنا جماهيرنا أكتر، جماهير النادي الأهلي موجودة في كل مكان، العدد أكتر هيساندنا بشكل كبير جدا. تحضير اللعيبة لقبل المباراة ما كانش داخل في 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 يعني قلب المباراة نفسها، التحضيرات كلها يعني يمكن مبنيه على ازاي هنحتفل، ازاي هنشيل الكاس، ازاي هنتصور، ازاي هنهدي الكاس للاعبتنا. يعني التركيز كان بعيد خالص عن عن الميد فيلد ده، عن الملعب ومشاكل الملعب اللي ممكن بتقابلنا. في نفس الوقت كمان احنا ما حضرناش للخصم، يعني احنا الفرق طبعا فرق كبير بين النادي الاهلي مع احترامي طبعا اتحاد العاصمه بالتاريخ وبالبطولات وحتى بامكانيات اللعيبه، احنا ما شاء الله عندنا 11 لعيب داخل الملعب دوليين، وعندنا 3 محترفين دوليين. في سبيل اتحاد العاصمه يمكن يا كريم في لعيب واحد بس يمكن منتخب الجزائر. فروق كتيره جدا او كبيره جدا من الناحيه الفنيه، من الناحيه الاداريه، من ناحيه حتى كمان الكوتشنج. يعني مستر كولر خلال الفتره اللي فاتت وحصوله على 5 بطولات ده كان بياكد ان الراجل تعايش معانا بشكل كبير جدا. لكن عايز احيي طبعا بن شيخه اللي هو مدرب اتحاد العاصمه، انه الراجل قال في تعليقاته قبل المباراه بحترم النادي الاهلي وخايف من النادي الاهلي، واي نتيجه يعني اذا كانت في صالحه او غير صالحه ده هيبقى انجاز بالنسبه له. فساعات الاحترام يا نهواند ده كلام محترم، بس ده كلام يزعل. لان شوف انت المنافس شايفك ازاي، وده صوره على فكره حقيقيه بالظبط. فعلى الصعيد الثاني انا نازل ما حققتش ده على الملعب، يعني ما حققتش الصوره دي على الملعب. هم كانوا ضاغطين بشكل كبير جدا، ضاعت من عندي فرص، الكرات الطويله لعبوها حلو جدا. يعني احنا شفنا مباراه طبعا هنيجي للشق التحكيمي يعني، لكن احنا كنادي اهلي وانا وكريم قلنا الكلام ده في البدايه، لا نعول نتائج على اي مشاكل بالزبط. يعني مش عاده النادي الاهلي ولا الاسلوب بتاعنا بالزبط. لكن كان في حاجات برضو ادت لده، منها اخطاء احنا وقعنا فيها. وعايز اقول لك حاجه، ان هود كمان في الحاجات اللي بالشكل ده، المباريات اللي هي المصريه اللي بيرجعها الروح القتاليه العاليه للاعبين
واللي احنا بنسميها بقى الدوافع وروح الفانيلا الحمراء واسرار لعيبه النادي الاهلي والبطولات والمكسب وعيني على البطوله. وطول عمر النادي الاهلي لما بيخش في بطوله لازم بيكسبها والسجل مليء طبعا بهذه البطولات. لكن ساعات كده انت بتحسي يعني انا كنت بكلم كريم قبل الهوا بقول وانا داخل المباراه لو حاسس ان قلبي مش واكلني قلبي مش واجعني ببقى قلقان. قبليها بحضر نفسي وبحاول ان انا اخوف نفسي وبحضر ان انا عشان بس اقدر اتعامل مع الخصم اللي جاي، خصوصا الخصم ده عارف النادي الاهلي كويس وبيحترمه كويس وما عندهوش غير ان هو هيلعب بقلب وبقوه واصرار، وده سمه من ضمن السمات اللي موجوده في شمال افريقيا. الجانب الفني احنا اكتر، الجانب التكتيكي احنا افضل، الجانب المعنوي احنا احسن، لكن هم خدوا شعار المباراه دي الروح القتاليه العاليه، التضحيه، الالتحام، الحاجات دي كلها بتديك الثقه نهواند من خلال 90 دقيقه لما انت بتتفوق في كل كره بتشترك فيها. فهم كان اكثر فاعليه، اكثر اصرارا، ما عندوش حاجه يبكي عليها، هو حتى لو خسر من الاهلي مكسب بالنسبه له. تخيل بقى لما يكسب، فطبعا انجاز بالنسبه له. فهو خد الشق اللي احنا بنمتاز بيه، حته احتراما للخصم. طول عمرنا بنحترم الخصم، طول عمرنا بنذاكر الخصم، طول عمرنا بنضغط على الخصم، طول عمرنا بنقدر الخصم في كل الحاجات اللي فيها يعني زي ما تقول يعني نقط تساعدك على المكسب. هم كانوا اكتر مننا من الجوانب دي، اكتر من النادي الاهلي. حتى يمكن مستر كولر كان في مؤتمر الصحفي اتكلم قال ان ده درس من الدروس، لان كره القدم ويمكن كريم يعني معانا في القصه دي، طول عمرك انا وانت هتفضلي تتعلمي كل مباراه وكل بطوله هتتعلمي منها. طول ما احنا موجودين في الساحره المستديره دي ياما هنشوف وياما هنتعلم. فدرس من الدروس اللي احنا بنتعلمه وهو جه في البدايه، عشان احنا عندنا لسه مشوار طويل من البطولات، مهم جدا ان احنا ان شاء الله باذن الله نبقى مركزين له بشكل كبير. وده درس يعني هنرجع بالزمن يمكن كريم السنه اللي فاتت لما خسرنا نهاوند من سان داونز بالنتيجه كبيره. بصراحه فوقتنا فوقان كبير جدا وخلتنا الموسم كله احنا الحمد لله كان عندنا يعني ما خسرناش وخدنا 5 بطولات. فانا شايف ان رب ضره نافعه زي ما بيقولوا، ان مباراه السوبر ديت سبحان الله يعني حتى يمكن لو كنا في طبيعتنا ربنا كاتب ان احنا يعني مالناش نصيب في البطوله دي. فان شاء الله باذن الله نستفاد من الدروس ديت من الناحيه الفنيه، من الناحيه التكتيكيه، من الناحيه المهاريه. وانا عايز اقول كمان ان بدايه الموسم يا كريم لو تفتكر احنا بنعاني بشكل كبير، فتره الاعداد مش كافيه، عدد المباريات الحبيه مش كافيه. احنا لعبنا مباراه وديه واحده ده لم يكن كافي. طب ايه سبب ده برضو كابتن ماهر؟ يعني هو السبب بقى تنظيم الجدول وتنظيم الدوري ونهايه الموسم وبدايه الموسم، وده كلام طبعا احنا يعني في كل حلقه بنتكلمه. احنا البلد الوحيده اللي بتنهي بعد ما الناس خدت اجازه وبدات فترات الاعداد ودخلوا مباريات حبيه. صحيح. واحنا لسه ما خلصناش الدوري، لسه ما بدأناش. ودي بنعاني منها. حتى انا في جيلي قعدنا يمكن افتكر كده كريم قعدنا 5 سنين بنخفق في افريقيا بسبب ان احنا عدم تنظيم الدوري بتاعنا، وكانت البطولات والفرق اقل بكتير، ما بالك دلوقتي مقارنه يعني كانت الامور صعبه بالنسبه لنا. لكن لما بدات تتنظم البطوله بموعدها في بدايتها ونهايتها، وفي نفس الوقت اكتسبنا الخبرات بقى، الخبرات الافريقيه، وبدانا 82 دي كانت اول بطوله بالنسبه لنا فتحنا بيها طبعا لجميع الاجيال اللي موجوده. لكن هو طبعا الواحد عارف ان في بدايه الموسم بيبقى حتى الجانب عناصر اللعبه نسبتها قليله، يعني مثلا في الجانب البدني ممكن نبقى 30%، الجانب المهاري مثلا 35%، الجانب التكتيكي مش هيوصل مثلا 50%. فده برضك بيأثر على تيم زي النادي الاهلي، تيم كبير وتيم طبعا له باع كبير جدا يعني. ويمكن كمان يعني احنا قفلنا الصفحه طبعا زي ما قلنا، لكن انا ما ينفعش ما اسالكش عن الحكم، ما ينفعش ما اسالكش عن عصبيه الحكم اللي اكيد كان ليها مردود كبير جدا على لاعبي النادي الاهلي. الكره فيها مكسب وخساره، ده امر طبيعي، لكن اما الحكم بيطلعك شويه يعني نوعا ما، وبعدين عندك عناصر سن برده والخبره ممكن تكون قليله شويه، رضا سليم، امام عاشور لسه برده موضوع الانسجام ده، مدى تاثير الحكم على النادي الاهلي بعيدا عن الفنيات، 10 ضربات ركنيه مقابل ولا شيء،
ده يدل ان النادي الاهلي فنيا كان مميز جدا في هذه المباراه. وكمان يا كريم من ضعف الحكم، يعني عايز اقول الاتحاد الافريقي صعب جدا ما انت عندك سوبر بقيمه الفرقتين، اتحاد العاصمه بطل الجزائر والنادي الاهلي بطل القرن الافريقي، يعني محتاجين حكم يكون بخبرات الفرقتين بقيمه الحدث نفسه. فمع الاسف يعني ساعات الاتحاد الافريقي بيعمل لنا حاجات غريبه الشكل. يعني الحاجه الثانيه لو نشوف كده، احنا عندنا في لعبتين مهمين جدا، ضربه الجزاء بتاعت كهربا كانت واضحه قوي دخلت 18، وبعدين كمان الهدف يا كريم حاجه غريبه، يعني الكوره كانت بعيد عن استحواذ حارس المرمى. طبعا الرد الفعلي بتاع كهربا كان اسرع وقدر ان هو يلعبها داخل المرمى. فوجئنا طبعا الفار وبالحكم انه انا شايف انه هدف اكيد 100%. اي نعم مش عايزين نقول للتحكيم، لكن برضك مهم انك انت في بدايه المباراه طبعا. سبب من ضمن الاسباب يديك الفاعليه. ما النادي الاهلي لو جاب جول في بدايه الشوط الاولاني انا متاكد ان الجيم هيفتح بالنسبه لنا، وهم كمان هيغيروا طريق لعبهم الدفاعي، التكتل الدفاعي اللي هو كان محكم بالنسبه لهم واثر علينا بشكل كبير جدا في انك انت تخترق الدفاعات الاتحاد العاصمه. فجول يفتح الكلام ده، هيضطر ان هو يفتح التكتل الدفاعي ده ويحاول يعود للمباراه، فاكيد مساحاته هتتفتح، فرصه بالنسبه لنا زي ما كريم قال عندنا امام وعندنا رضا وعندنا حسين، يعني عندنا كهربا، عندنا لعيبه يقدروا كانوا يسجلون اكتر من هدف. لكن سبحان الله يعني عايز اقول لك كريم ان عدم احتساب ضربه الجزاء والهدف عمل عصبيه للعيبه طبعا. حتى مستر كولر انا اول مره اشوفه بالعصبيه دي على الخط صراحه يعني. فالراجل معذور لان هو شاف ان يعني العداله داخل الملعب مش يومها، وده بقى طبعا هيأثر، اثر على فكره، اثر على فكر اللعيبه، اثر على العصبيه اللي موجود عليها لعيبه النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي لما بتخرج عن التنظيم او بتخرج عن يعني ادائها يعني بتخسر حاجات كتير جدا، وده اللي حصل. احنا خسرنا ادائنا، خسرنا كورتنا، وخسرنا التكتيك بتاعنا بشكل كبير. يعني عايزه انتقل انا وكريم لصفحه مختلفه، بس لان طبعا لسه عندنا يعني منافسات كتيره جدا وهنتكلم عن الدوري، لكن برضو انا شويه حاسه ان ده مش مبرر، لان انا دلوقتي كلاعب نادي اهلي انا واخد على ده، واخد على ان بيبقى فيه اخطاء تحكيميه، واخد ان بيحصل مشاكل في الملعب، واخد ان ممكن يحصل اي اختراقات او يعني مشاكل مع الجماهير لو انا بلعب على مش ارضي. بس كان في حاجات كتيره جدا برضو ليك داعمه انت، كان كانك احنا كنا بنتكلم في كده، انا المشهد كان يعني في اغلبيه للجماهير الاهلاويه تقريبا، انا حاسه ان انا بلعب في مصر فالدعم الجماهيري موجود. انت كان عندك فتره، كان عندك معسكر، كان ممكن ان انت ترجع مره ثانيه. ما تقوليش ما فيش كيمستري بين اللعيبه جديدة، طب ما انت كنت بتعمل ايه برضو الفترة اللي فاتت. انا مش بنتقد على قد ما بنحاول نبص او نحط ايدينا على المشاكل. والمناسبة الكلام اللي انا بقوله ده هو ده الكلام اللي كولر قاله، يعني قصة كلها ان انا مش طالعه الاصل ما كانش عندي فترة. لا كابتن ماهر كان في تقصير الى حد برضو كبير، كان في ثقة ربما كانت زايدة، لكن انا هتفق في النقطة اللي حضرتك قلتها، فكرة ان انا ممكن تكون ضربة البداية ان كانت مش لصالحي ممكن تبقى بشكل تاني لصالحي، ان انا ابتدي اركز قوي، ابتدي افهم حتى وإن كان موسم استثنائي اللي فات، بس اللي جاي عشان أعمله زيه أنا محتاج يعني تركيز أضعاف أضعاف أضعاف. ما تاخدش ثقة إن أنا واصل لكذا، أنا مركز كذا، لا خلي بالك إن الملعب والمباراة ما لهاش كبير، كرة القدم ما لهاش كبير. فهناخدها من الجانب الإيجابي، لكن نخش بقى على البطولات القادمة والدوري طبعا والموسم الجديد. خلينا نبدأ مع حضرتك كده، وشايف طبعا يعني البداية هتبقى إزاي. هو لازم النادي الاهلي يعرف، واحنا السنه اللي فاتت بنقول ان احنا عدد المباريات اللي لعبناها 60 مباراه في الموسم الماضي يمكن هيزيد ل 70 75 مباراه حتى اللعيبه الدوليين، فلازم نحط في الحسبان ان هيبقى في لود بشكل كبير صحيح. جدا على لعيبه النادي الاهلي في جميع البطولات اذا كانت المحليه او الافريقيه، فده بيخلي مستر كولر ان هو يحضر خريطه اللعيبه، ان هو فعلا بدا يعني يبقى في المكان في بديل وفي منافس بشكل كبير. واللي انا بتمناه ان المنافسه تبقى شريفه بين اللعيبه، يعني بمعنى ان اللعيبه تركز بشكل كبير ان كل واحد عايز يقول لمستر كولر انا موجود اهو، انا عايز العب لمصلحه التيم ومصلحه النادي بالظبط، مش للمصلحه الشخصيه. فنتمنى الجزئيه دي. الحاجه الثانيه
لازم اللعيبه تبقى مركزه وتعرف ان خلاص النادي الاهلي بقى محطوط تحت المنظار. البطل تملي بيبقى مكروه، البطل تملي بقى الناس مركزه له، البطل تملي كل الناس عايزه تلعب قدامه وعايزه تادي اداء مشرف. مش مكروه، هو بيبقى قدوه، بيبقى يعني منافس. يعني احنا بنقول يعني بنقول بلغه الكوره ان انا مش حبك، يعني انت يعني بتاخد كل حاجه وانت اللي في السكسيه وانت اللي في الاضواء، فطبعا انا لما اكسبك هتعلي اسهمي يعني وهتعلي وانجاز بالنسبه لي، بطوله لن تمسى بالنسبه لي طبعا. فالنهارده احنا مع الاسف كل مباراه هنلعبها الموسم ده انا شايف هتبقى مباراه صعبه جدا جدا جدا، هتحتاج تركيز من اللعيبه. طبعا الجهاز الفني مستر كولر بيذاكر بشكل كبير جدا وبيركز بصراحه وبيحترم، والراجل كل ما بيطلع يتكلم في مؤتمر صحفي بيقول انا كل مباراه بحترم فيها المدرب الفني، بحترم فيها الجماهير، بحترم فيها الخصم بشكل كبير جدا. وهو ده يمكن النجاح اللي احنا قدرنا نوصل له خلال الفتره الموسم الماضي. عايزين نحافظ على هذه الروح، عايزين نحافظ على هذا التركيز، مش عايزين اللعيبه تخرج عن التركيز ده. انت عارفه نهواند يعني لو نيجي نحسبها كده هتلاقي 30% بالنسبه للاداره الفنيه و70% بالنسبه للعيبه. يعني الراجل بيعمل اللي عليه، لكن اللي بينفذ داخل الملعب 90% هم اللعيبه. فالنهارده اللعيبه لما يبقى سبحان الله يعني خارج نطاق الخدمه اكتر من 11 لعيب، فاكيد يبقى في حاجه مش مظبوطه. هترجع للاعداد الذهني والنفسي للعيبه، لان الاجهزه بتشتغل على كده، بتحفز وبترفع الجانب المعنوي وطبعا بتحط دوافع. وخدوا بالكم كل خصم هيقابلنا، يعني عايز اقول لك قبل مباراه الاهلي مع اي فرقه تلاقي اللي عنده مشاكل بيحل مشاكله، واللي مش مركز بيركز، والشورت بتاعه مش مكوي هيكويه، والشراب نازل هيطلعه، والشنكار هيبقى، والجزمه هتتلمع. يعني خدي بالك الحاجات دي كلها اسلحه الفرق الاخرى قدام النادي الاهلي. حتى المدرب البدله هتتظبط والكرافات هتتظبط، لان الاداره الفنيه 90 دقيقه الكاميرا موجوده عليه، وطبعا اذا كانت الحلاقه الشعر هتبقى حاجه. فكل الكلام ده استعدادا ان انا رايح العب النادي الاهلي، رايح النهارده يوم عيد، رايح باي نتيجه ايجابيه بالنسبه لي السوشيال ميديا هتتكلم عليها، هفضل مصايد طول الاسبوع. فكل الكلام ده بيتصب على عكس بقى لعيبه النادي الاهلي ازاي هتقابل الكلام ده. الكلام ده مش سهل. تقابله ازاي بقى؟ ان انا اركز كويس، انام كويس، اتمرن كويس، اكل كويس، استعد. ده المفروض كان في فتره الراحه حتى على فكره، لان دايما بيقاس او بيتقال فتره الراحه للعيبه مش مفروض ان هو ينسى نفسه فيها، لما المفروض يكون برضو ملتزم بكل الـ يعني زي ما بيتقال كده الرولز الموجوده، يعني اللياقه لازم يكون محافظ عليها، الاكل يكون مركز معاه، النوم. فقصه ان انا بعود بعد كده من فتره التوقف والراحه ان انا اعود ابدا من الصفر ده بيكلف كتير جدا يعني. فبتهيالي في بيبقى شق على اللاعب وشق على الجهاز الفني. فانت كان عندك في النمسا وقت طويل كمعسكر ان انت تحقق كل ده والمعادله دي وتوصل لي اللاعب اللي هو 30% جاهزيه ل 100% عشان ابدا الموسم الجديد بتاعي. فكل ده كان مفروض في الفتره اللي فاتت ان هو يتم بشكل كامل. يعني ما انت خد بالك نهواد فتره الراحه ال 21 يوم السنه اللي فاتت كان قرار عبقري من الكابتن محمود الخطيب، ان هو ريح اللعيبه الدوليين واللعيبه المحترفين، فرقت معانا طول السنه، لان اللعيبه كان بقى لها 3 سنين رايحه جايه، دوري، كاس، افريقيا، منتخبات، فكانش في راحه، وده اللي ضرب الاصابات و وكانت الناس تقول لك لا مش حجج، لا حجه، واللعيبه اتصابت وخسرنا. ده كان وقتها مستشفى الاهلي بالظبط، وعدد ساعات السفر كمان امر صعب جدا جدا جدا. رحاله والله يا كريم، يعني انا كنت بشفق عليهم، تقابلني بطلع في الاستوديو التحليلي او تطلع مع قناه الاهلي بتكلم اقول رحاله، يعني ده ما بيلحقش، ده بيروح يجيب الشنطه من البيت وبعد يركب الطياره 3 4 ايام بيوصل افريقيا يلعب مباراه تحت ضغطه واجواء وصعبه ورطوبه، وبعدين يرجع تاني 3 ايام يلعب الدوري العام. فكانت امور صعبه بالنسبه لنا. السنه دي نفس الكلام 21 يوم راحه، انا شايف ان هتفرق معانا بعد كده ان شاء الله. زي ما انت قلت انا واد مش هقدر اوصل، انا في المعسكر بتاع النمسا ال 10 ايام مش هقدر اوصل لعناصر اللياقه البدنيه او العناصر اللي بعتمد عليها داخل الملعب. يعني زي ما انت قلت ال 30% هيبقى هو جاي من راحه
بيمارس حاجات فيها سباحه، حاجات فيها تنس، مش سايب نفسه، لان في برنامج اتاخد اللعيبه خدته بعد نهايه الموسم بينفذوها. لكن برضك مش هتقدري توصلي، لان سبحان الله يعني عناصر اللياقه البدنيه ودخولك في الاجواء والمباريات بتاخد فتره. يعني تم العلم التدريب بيقول ايه، من 5-6 أسابيع عشان يبدا يبان شكل الفرقه ويبدا طريقه اللعب. ده مش متاح عندنا للاسف، ولسه دلوقتي احنا لسه بنقول حساسيه المباريات كمان، حساسيه المباراه يعني مباراه الحبيه بتبقى متدرجه لحد ما توصلي بعد كده لمباراه اقوى، وبعدين بدايه الدوري هنعاني شويه، وبعدين المباراه الثانيه الثالثه بتبدا اللعيبه تخش في فورمه المباراه زي ما بيقولوا، تكتسب بقى اللياقه البدنيه تعلى، الجانب الفني يبقى بقى موجود، الجانب الخططي اللي هم بينفذوه يبقى موجود. يقال بعد 6 أسابيع اللعيب بيبدا يبقى فيت، لما يوصل للمرحله دي بينفذ لك بقى الحاجات اللي احنا بنشوفها منهم، الحاجات الجميله اللي بنشوفها من اللعيبه خلال الفتره الماضيه. عايز اروح معاك حته فنيه يا كابتن ماهر بقى، يعني احنا شفنا طبعا رضا سليم وشفنا امام عاشور، ومنتظرين كمان ان شاء الله نشوف مودست، واحد من الاضافات المميزه جدا. البدايه مهمه جدا، مردودهم فنيا في المباراه الاولى كابتن ماهر شافه ازاي؟ وكمان مع الوضع في الاعتبار ان ممكن المهام اللي رضا كان بياخدها في فرقته او امام بياخدها في فرقته مختلفه تماما في النادي الاهلي. لا مكسب كبير جدا يا كريم بصراحه، يعني واضح من تركيبه اللعيبه الثلاثه ان هم فعلا الاختيارات اللي مستر كولر كان محتاجها. يعني لو مسكنا مثلا امام بعد رحيل حمدي فتحي، احنا دلوقتي هنبدا نحس ان حمدي فتحي ما مشيش، امام بيقوم بنفس الدور ويمكن كمان اكتر في حته التصويب من خارج ال 18، مميز بشكل كبير جدا، المجهود المبذول برضك موجود عند حمدي فتحي. فامام اضافه، يعني حمدي فتحي رحل للدوري القطري، دلوقتي هنبدا نحس البديل بالمستوى اللي احنا كنا بنتمناه ويمكن افضل كمان. رضا من اللعيبه اللي اولا عنده عنصر السرعه، عنده عنصر المهاره، بيجيد يعني كره الثابته كمان، كره الثابته بيقدر يحرز منها اهداف. واضح كمان الكريم ان هو عنده قلب، يعني من ضمن الحاجات اللي هتساعدنا في رضا انه عنده اصرار وعزيمه وعنده قلب على ان هو يؤدي اداء جيد وفي نفس الوقت على المكسب. وانا شايفه بيبقى كمان عصبي لما بيحصل خساره، او فدي كلها صفات من صفات لعيبه النادي الاهلي. الراجل طبعا الدبابه، المهاجم الجميل، الراجل كان بيطالب عايز راس حربه بمواصفات الطول والقوه والسرعه والعاب الهوا، فدي كلها برضك موجوده في راس الحربه مودست. فاتمنى طبعا هو التوفيق يعني، لكن احنا شفناه الراجل لعب على اعلى مستوى طبعا في الكره الالمانيه والدوري الالماني. نتمنى بقى ان شاء الله التوفيق بالنسبه له، وان اللعيبه كمان تساعده. يعني احنا عندنا اطراف بتجيد الاختراق والكورسات العرضيه المؤثره، محمد هاني من ناحيه اليمين ومعلول من ناحيه الشمال، فدول هيبقوا اصحابه وهيبقوا حبايبه، لان هم دول اللي هيبداوا يعني يوضبوه بلغه الكوره. يوضبوه ودي حقيقي، يعني في بعض الفراوده محتاجه الاطراف عشان المهاره اللي موجوده عنده تبدا تبان. الحاجه الثانيه كمان محتاج صانع العاب يقدر يلعب له في الحاجات الخلفيه، خلق مساحه زي قفشه يقدر يلعب له حاجه عند رجليه، هو كمان يعتمد بقى على الاختراقات الفرديه، يعتمد على الاسيست ازاي يساعد زمايله. فدي كلها حاجات طبعا مستر كولر هو صاحب القرار الاول والاخير في تحضير الجمل التكتيكيه اللي احنا بنتكلم عليها في خدمه الفريق وخدمه اللعيبه. كلام جميل. طيب نتكلم عن المنتخب ولا نتكلم عن الماتش المصري؟ لان برضو ماتشات المصري بيبقى فيها تنافسيه. خلينا نروح للمصري الاول، الاهلي والمصري والتنافسيه وكابتن علي ماهر والتدعيمات. وفكره كابتن علي ماهر يحترم بصراحه، لان هو راجل بيشتغل، يعني مدير فني اللي بيشتغل بتلاقي النتاج، زي كابتن ايمن الرمادي بتلاقي النتاج ده على الارض. انا من الناس اللي معجبه برضو بفكر بصراحه كابتن ايمن الرمادي، خبره كبيره كمان في الامارات وغيره. فخلينا نبدا بالاهلي برضو والمصري. طبعا بدايه الدوري يعني احنا من السنه اللي فاتت واضح قوي ان كل الفرق اول حاجه بدات مجالس الاداره مع الاجهزه الفنيه، اذا ما كانش في جهاز فني لهذه المرحله فرئيس مجلس اداره بيضطر ان هو يتعاقد مع مدير فني للمرحله دي. المصري اختار علي ماهر، علي ماهر بيعتبر من المدربين
يعني ثبت وجودهم بشكل كبير جدا على الساحه بقاله 3 سنين، اكتسب خبرات بشكل كبير جدا، وهو مدرب من المدربين الواعدين، بيذاكر وبيحاضر وبيتابع الفرق بشكل كبير. طبعا يهم علي ماهر ان في البدايه هو طبعا صعب بالنسبه له ان في الجدول انه يقابل النادي الاهلي طبعا، فدي من ضمن الحاجات اللي بيعاني منها المدربين في بدايه الدوري العام. لكن هو بالنسبه له اكيد طبعا اشتغل فتره اعداد، جابوا اللعيبه اللي هم محتاجينها في الاماكن اللي محتاجها علي ماهر، تطعيم اذا كانوا من الخارج او من اللعيبه اللي موجودين في الدوري العام. طبعا هو علي ماهر هيتفرج على النادي الاهلي، هيذاكر النادي الاهلي، وهيشوف اي طريقه يقدر يقابل بيها النادي الاهلي، هل يقدر يلعب جيم مفتوح قدام النادي الاهلي، ولا يبدا كمان ياخد من الدروس المستفاده في مباراه اتحاد العاصمه ان هو يقفل خطوطه الثلاثه في الثلاثين يارده، ويبدا يقفل على النادي الاهلي وما يجيش في جول في الاول، لعل وعسى كره كونتر اتاك يقدر يعتمد عليه، كره ثابته يقدر يعتمد عليها. دي بعض المدربين الشاطره اللي بتقابل فرق زي النادي الاهلي، لو فتح خطوطه عارف النادي الاهلي عنده 3 خطوط من اقوى الخطوط اللي موجوده، خصوصا الخط الامامي عنده سرعات وعنده اختراقات وعنده مهاره. فالمدرب الذكي يقول لك لا انا يعني احاول على قد ما اقدر ان انا اضيق المسافات على لعيبه النادي الاهلي، اقفل مفاتيح اللعب اللي موجوده في لعيبه النادي الاهلي وابدا ابادلهم بقى، كل ما الوقت يعدي مصلحه ليا ومش مصلحه للنادي الاهلي. يعني لو ضربت جول مش مشكله، طلعت بنتيجه قريبه، لكن المدربين بتخاف ان النادي الاهلي يكسب المباراه بسكور بتاثر عليه في بدايه الموسم. هتلاقي الدنيا مجلس اداره هيبقى يعني قلقان، وهيبداوا يكلموا مع المدرب، يعني الخساره الكبيره دي بتاثر على المدربين بشكل كبير. فاكيد علي ماهر طبعا يهمه ان هو يعمل مباراه جيده مع النادي الاهلي، وطبعا النادي الاهلي بعد الدروس اللي احنا اتكلمنا عليها ومستر كولر اتكلم عليها واللعيبه استفادت منها، اكيد هنشوف بقى العين الحمراء وهنشوف القلب الجامد وهنشوف الاداء المميز للنادي الاهلي في هذه المباراه ان شاء الله. من النادي الاهلي للمنتخب الوطني، الحقيقه يعني كلنا تابعنا المباراه، هزيمه اولى لرؤيا فيكتوريا. يعني بشكل عام يا كابتن ماهر فنيا شفت ازاي اداء منتخبنا الوطني تحت القياده الفنيه لرؤيا فيكتوريا، ويمكن ايضا كمان منتخب تونس الحقيقه ادى مباراه مميزه جدا، شفت المباراه ازاي يا كابتن ماهر؟ بص يا كريم انا عايز اقول لك حاجه، يعني انا بيني وبينك يعني مش هو ده منتخب مصر؟ يعني احنا كل سنه هنقول مش هو ده منتخب مصر. والله انا والله من ساعه ما اتولدت وكل والله العظيم مش غير كام سنه كده قلنا يعني ده منتخب أنا مصر. انا عايز يعني اقول لك من واخرتها بصراحه يعني ما بنستفادش، يعني احنا يعني حتى ما بنستفادش من الاخطاء الاداريه او الاخطاء الفنيه. وبعدين كمان يا كريم يعني انت بتتفرج مثلا على المنتخبات تقول لي ده السنغال، ده تونس، ده الجزائر، في استراتيجيه وفي شكل وفي اداء وفي تطوير بيبان وتطوير في سيستم، وعايز اقول لك سيستم ماشيين بيه، يعني كل الناس حوالينا بتبدا، المغرب راح في حته تاني، الدوري السعودي دلوقتي راح في حته ثالثه، قطر بتحاول، الامارات بتحاول، تونس، الجزائر، احنا محلك سر ما عندناش استراتيجيه مبنيه حتى لمده سنه، احنا هنتكلم على 5 سنين دي صعبه قوي، عايزين نتكلم على سنه اللي هي قدام عينينا. يعني ما تقعد تفكر كده، هل احنا هنكسب البطوله العربيه اللي جايه؟ هل احنا هنكسب كاس الامم الافريقيه اللي جاي؟ هل احنا هنروح كاس العالم اللي جاي؟ ما دي كلها تساؤلات كترت فعلا، الشك بقى موجود. بالظبط، يعني الشارع الكروي المصري مش حاسس ان ده المنتخب المنتظر. ايام الكابتن حسن شحاته مثلا كريم نهواند كنا فخورين، عندنا يعني نخبه من اللعيبه المميزين، لعيبه مش احنا عمالين نرجع للماضي مستوى. يعني عم نتكلم عن المنتخب عمال ترجع للماضي، بالزبط. ده شيء مش بالزبط. مبشر ابدا يعني فدي يعني محتاجه حلقات ومحتاجه دراسه ومحتاجه ندوات كثيره جدا لازم تتناقش، يعني من خلال الخبراء ومن خلال المسؤولين ومن خلال اتحاد الكوره ومستر فيكتوريا، واللعيبه كمان عليها دور كبير جدا. يعني لعيبه منتخب مصر فانيلا عشان البس فانيله منتخب مصر دي يعني حاجه مسؤوليه كبيره جدا. يعني نتمنى يكون وقتها. نورتنا كالعاده، انا متشكر جدا، الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه، الله يسلمك. نورتنا يا كريم حقيقي والله، مشكور جدا وسعيد الحقيقه، طبعا المحترمين جدا شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.
اكيد طبعا بنشكر الكابتن ماهر عمام القيمه الفنيه الكبيره جدا، والحقيقه يمكن سعيد جدا بتواجدي معاك ومع زميلتي طبعا نهاوند ومع كل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي، وكالعاده يعني في الحلقات القادمه بالتاكيد طبعا هيكون طبعا زميلنا العزيز كريم كوجك ونهاوند معاكم ان شاء الله باذن الله، و10 الصبح في الاهلي.